بصوا بقى، يعني وارد جدا انه المره دي بالذات نحكي في المحكي على راي ولاد البلد. المحكي هو اليوم بتاع امبارح، المحكي هو المشهد الرائع العظيم اللي قعدنا كلنا في مصر مستنيينه وبنتفرج عليه، والعالم هو كمان كان قاعد عمال بيتفرج. كل واحد فينا كان بيتفرج بطريقته وبزاويته. يعني ايه بطريقته وبزاويته؟ في واحد زي حالاتي بيتفرج بطريقة وبزاوية وبعقلية المربع النقدي. يعني انا بقولك بصراحة، اللي هو ايه، هو احنا بجد هنعمل حاجة حلوة؟ هو احنا بجد بجد مش هيبقى في عندنا اي لخبطة، اي فمتو ثانية مش مظبوط؟ اكيد وارد لا قدر الله يحصل حاجة، يا رب ما يحصل حاجة، يا رب ما فيش حد يتكعبل. انا بكلمك بجد على ادق التفاصيل، يا رب ما حدش يتكعبل. حلو كده؟ يا رب أنا مش عاوز حد يمسك علينا غلطة، يا رب الصحافة والتلفزيونات العالمية مش هتعتقنا، إن شاء الله الدنيا هتمشي. بقول ده ليه؟ بقول ده لأنه اليوم بتاع امبارح ده صنع في مصر، مش في مصر أي الموقع، مش في مصر يعني ميدان التحرير، مش في مصر يعني جمهورية مصر العربية، صنع في مصر بإيدين المصريين من الألف إلى الياء، from A to Z، كل تفصيلة تم العمل عليها كانت بإيدين المصريين. ده في حد ذاته شيء مذهل ومرعب، مرعب لأنه إحنا بنمر بتجربة عمرنا ما جربناها قبل كده خالص خالص، إن إحنا نعمل حدث كبير مهم تاريخي تراثي حضاري ثقافي سياحي بهذا الحجم أمام العالم. إحنا ما عملناش حاجة بهذا الحجم قبل كده. ده بالمناسبة، أدي نقطة. النقطة الثانية هي مسألة الترقب والحيطة والحذر. ده احنا اللي عاملينها المصريين. ها يا ترى الدنيا هتمشي تمام ولا لا؟ الدنيا الحقيقة سبحانه وتعالى ربنا كرمنا ومشيت تمام. ده مشيت تمام قوي 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 وفوق كل توقعاتنا. فالواحد الحقيقة ما كانش متصور ان احنا هنعمل حدث بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذه الدقة. أبدأ أنا أتابع، شغلتي في النهاية إيه؟ صحفي، صحفي بيطلع على التلفزيون، فأبدأ أتابع يا ترى هل ترى إحنا اشتغلنا على إيه؟ أنا اكتشفت إن إحنا قاعدين بنشتغل على تحضير هذا الحدث بقالنا تقريباً 12 13 14 شهر تقريباً، قول 13 وكسر، ماشي الكلام؟ من فبراير 2020 مصر قاعدة عمالة بتنظم بمنتهى التدقيق ومنتهى التفصيل الحدث اللي حضرتك شفته امبارح. ادي واحد، تنظيم لدرجة اختيار الحصنة والخيل اللي هتبقى موجودة، اشكالها ايه، سلوكها ايه، مراقبة السلوك بتاع الخيول والحصان اللي موجودة. انت هتهزر يا عم يوسف؟ والله العظيم ما بهزر. انتقاء الخيول دي سلوكيا حصل في 27 محافظة، انه يتم انتقاء الخيول بشكلها بأدائها بهدوءها، ودي حاجة مهمة جدا، هدوءها، الهدوء السلوكي للحصان اللي هيفضل واقف وثابت مكانه، لما يجي يتحرك يتحرك، لما تلجمه عشان يقف يقف. إلى هذا الحد أنت وصلت أو نزلت بالتفاصيل إلى أقل حد ممكن، حتى سلوك الخيل اللي موجودة كان سلوكا منضبطا، مش لأنه خدوا التعليمات، مش لأنه خدوا أوامر، ما احنا في النهاية خالص حيوان، هتعمل فيه إيه؟ ممكن فجأة يطلع بره المجموعة. لكن إنك تقعد تراقب وتنقي الحصنة والخيل اللي موجودة، لأ مش كده، في حدوتة، حدوتة طويلة ومهمة حوالين الشوية اللي انتوا اتفرجتوا عليهم امبارح، حدوتة استمرت من العمل الدؤوب والدقيق لمدة سنة علشان تليق بحجم مصر. طب انا شايفها بأنهي زاوية؟ انا شايفها بالزاوية دي بتاعت دي نقطة انطلاقنا. احنا مش هينفع تحت اي ظرف، تحت اي ظرف اي حاجة بتتعمل في مصر هتقل عن المستوى ده. من أصغر ورشة تتبني وأصغر إيرتين أرض يتزرعوا لأكبر حدث ممكن يكون بيتعمل في مصر، أو أكبر مبنى بيتعمل في مصر، أو أكبر منجز موجود في مصر. لما تشوف الأجانب استقبلوا ده إزاي وكتبوا عليه إزاي، الأجانب دول بقى لا من هنا
ولا كلام من ده، دول من هناك. الأجانب دول لا مستنيين مننا لا تعليمات ولا توجيهات. الأجانب دول ما بيجاملوش في المطلق، أدي واحد. اتنين، الأجانب دول أغلبهم أغلبهم مستني لك على الهفوة، على الغلطة. عارف اللي بيقولك أنا هحاسبك على النفس؟ أهو الأجانب دول كانوا مستعدين يحاسبونا على النفس. لما تشوف كل اللي حصل ده وتشوف الوكالات الأجنبية والصحف الكبرى وأكبر شبكات تلفزيون على مستوى العالم وأكبر مؤسسات صحفية على مستوى العالم ناقص تكتب قصايد شعر في اللي حصل امبارح، إذن افرح وانبسط وتفائل بالخير، وخلي عندك ثقة حقيقية حقيقية بأن كل حاجة في مصر بإذن الله سبحانه وتعالى هتتم بالشكل ده بهذه الدقة. أنا مش عايز أطول عليكم دلوقتي لأن احنا لسه هنقعد نتكلم وهنحكي وهفيقى فيها حواديت مش هزار، لأنها ما تعديش أبدا مرورا هادئا، لازم مرور احتفالي لو صح الكلام، احتفالية صحفية وإعلامية باللي حصل امبارح. خلونا ندخل في أول أخبارنا وهو متعلق بالمناسبة بجزء كبير جدا منه بهذا الحدث، وهو استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة للسيدة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو. ده طبعا كان بحضور دكتور خالد العنياني، وله مني كل التحية الحقيقة، وزير السياحة والأثار. أيضا دكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ولها أيضا كل التحية. صرح السفير بسام راضي متحدثا باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس بالتأكيد يرحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر، ده طبعا في إطار حضورها احتفالية موكب المومياوات الملكية، الموكب الذهبي كما سميناه وكما رآه العالم وكان اسما على مسمى. بيشيد بالدعم المستمر اللي بتقدمه منظمة اليونسكو دوليا وإقليميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم، وطبعا جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم. خلونا نشوف التقرير ده بقى. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر، وذلك في إطار حضورها احتفالية موكب المومياوات الملكية، مشيدا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دوليا وإقليميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم، فضلا عن جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم. كما أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو امتدادا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود، وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة التي بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبراز والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية، وذلك من خلال عدة محاور شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها في أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية، وكذلك استعادت كفاءة المقاصد والمواقع الأثرية بالإضافة إلى تطوير الشق التشريعي الحاكم والمنظم لقطاع الآثار في مصر، وذلك من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة تليق بعظمة الحضارة المصرية. كما أكد السيد الرئيس أن خطوات الدولة التنفيذية في هذا السياق انتهجت مساراً متزناً ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة، بما فيها تطوير كافة المناطق التاريخية في القاهرة لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة. من جانبها أعربت السيدة أوزولاي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدة تقديرها للعرض العالمي لموكب المومياوات الملكية والذي مثل رسالة للعالم أجمع قدمت التراث الأثري المصري على مدار العصور المختلفة. كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس للحفاظ على تراث مصر الثقافي والأثري وتقديمه للبشرية باعتباره جزءا أصيلا من التراث العالمي ومنارة حضارية للعالم أجمع.
كما أعربت مدير عام اليونسكو عن تطلع المنظمة لاستمرار وتطوير تعاونها مع مصر امتدادا لتاريخ التعاون الوثيق بين الجانبين، خاصة في مجال إنقاذ الآثار المصرية بمنطقة النوبة منتصف القرن الماضي، والذي مثل نموذجا للتعاون يعتز به اليونسكو كتجربة فريدة في تاريخ عمل ونشاط المنظمة. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين، خاصة في مجالي التعليم والعلوم، إلى جانب سبل تعزيز دور مكتب اليونسكو في القاهرة، فضلاً عن دعم الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراثها الثقافي والتاريخي، خاصة من خلال المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية والهندسية، لا سيما تطوير القاهرة التاريخية وكذا إنشاء المتاحف المختلفة على رأسها المتحف المصري الكبير. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. الاجتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جميع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية، خاصة ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية أساسية وطرق ومحاور. أوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الأسمنت والحديد والصلب في مصر، لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتسويق، فضلاً عن عدد من المحاور التنفيذية وآليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة. يا سلام سلم، مصر بتتكلم حقيقي. مصر اتكلمت امبارح، مصر نطقت هيروغليفي، مصر سمعت العالم هيروغليفي بعلو الصوت وبأحلى صوت بالمناسبة. يعني أنا مثلا من الناس اللي سمعت أميرة سليم وهي بتغني، طبعا اللغة أنا مش فاهم حاجة لكن الصوت فرحان وأنا بسمع الغنوة اللي أنا مش فاهم منها ولا كلمة، لو أدق اللي مش فاهم منها ولا كلمة. الموسيقى اللي عملها هشام نزيه أنشودة الموت، زمان أنا غاوي أتفرج على أفلام كتير يعني، فزمان جدا كان في فيلم كان اسمه غزو الفردوس Conquest of the Paradise، حلو، وكانت الموسيقى بتاعته عملها فانجاليس، واحد من أهم الموسيقيين اللي بيعملوا بقى الموسيقات بتاعت الأفلام الملحمية اللي في العالم، حاجة عظمة والله. أنا فاكر الفيلم ده كنا أيامها في الجامعة أظن حاجة كده، وكنت قاعد أنا وصديقي العزيز طارق حلمي وقعدنا نتفرج عليه سوا، الله يمسيه بالخير طارق والله، لدرجة أنه أول ما نزل سي دي للموسيقى بتاع الفيلم طارق جابه وقعدنا نسمعه يعني طول الوقت. وبعدين كان وقتها بنعمل حيل كده علشان نشغل السيديات دي جوه العربية، طبعا كانت عربياتنا وقتها يعني ما أقولكش حاجات في التعبان يا قلبي، بس كانت بالنسبة لنا يعني وكأننا سايقين أفخر عربية في العالم. المهم كنا نقعد نسمع الموسيقى دي ونقول يا سلام، هل في يوم من الأيام هنقدر نسمع موسيقى بهذا الشكل وبهذه الحلاوة؟ هل في يوم من الأيام هيبقى في عندنا موسيقيين عالميين؟ إيه ده؟ لا ده أنا أسكت، أنا أسكت.
ايه ده؟ ايه الحلاوه والجمال والطعامه والابداع ده؟ ايه اللي عمله هشام نزيه ده؟ ايه اللي عمله نادر عباسي ده مع حفظ الالقاب للجميع؟ ايه اللي عاملاه اميره سليم ده؟ عازف الربابه، عازف الناي، ادخال الالتين دول جوه الاوركسترا دي؟ لا طبعا ده مش معناه ان انا فهمت اللي اتقال، لكن كنت مستمتع. احنا معانا على تليفون دكتور احمد بدران الاستاذ باثار القاهره. دكتور احمد اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، واهلا بالساده المشاهدين. ازاي صحه حضرتك؟ كله تمام الحمد لله يا استاذ يوسف. دكتور احمد نورني ونور المشاهدين بالكلمات اللي اتقالت. الكلمات اللي اتقالت في الافتتاحيه اللي تمت والاوركسترا والعازفين دي عباره عن انشوده خاصه بالمعبوده ايزيس، والمعبودة إيزيس دي من أهم المعبودات والأرباب في مصر القديمة والحضارة المصرية القديمة، لأن هي كمان لها دور مهم جدا في نشأة الحضارة نفسها. المعبودة إيزيس هي زوجة أوزيريس، وهم الاثنين دول اللي أنجبوا حورس، اللي هو كل الملوك اللي جلسوا على عرش مصر كانوا بيمثلوا حورس على العرش. إيزيس دي في الحضارة المصرية لها بتدينا معاني وقيم كتيرة جدا، زي قيمة الأمومة اللي هي انجبت حورس، وقيمة الوفاء اللي هي كمان بعد صراع على العرش بتاع مصر ما بين حورس وست وزيريس وست، هي اللي اشرفت على دفن وزير. ايزيس دي شهرتها تعدت الاراضي المصريه، وليها مقاصير عثر على مقاصير فيها في اليونان وجريت في روما لشهره هذه المعبوده. الانشوده اللي تم عزفها دي بيسميها انشوده المهابه او العظمه الخاصه بايزيس، وهي دي متاخده من على جدران معبدها في دير الشرويط في غرب الأقصر. بتتكلم عن ألقاب المعبودة إيزيس الهامة جدا، وطبعا خرجت بطريقة مبهرة، ودي عودة للجذور والأصول حتى في اللغة المصرية القديمة بخطوطها المختلفة الهيروغليفية والهيراتفية والديموطية وآخرها القبطية كمان. جميل. طيب يعني الكلمات كانت بتقول إيه؟ الكلمات كانت بتقول أيها البشر وأيها المعبودات، أيها الموتى، أيها المعبودة العظيمة إيزيس القادرة عين رع التي خلقت الكون، وهكذا كلها من الصفات اللي هي بتبجل هذه المعبودة لدورها الكبير في الحضارة المصرية القديمة. هي المقطوعة صغيرة بالنسبة للغة المصرية القديمة، لكن في تكرارها بطريقه العازفين والمؤدين فتحس ان هي كانت طويله. هو كمان كان مقرر ان هو كان هيبقى في جزء ثاني، مقطوعه ثانيه متاخده من اقدم متون سجلت في تاريخ الحضاره والحضارات اجمع في تاريخ البشر، وهي متون الاهرام. متون الاهرام اللي عثر عليها في او بدايتها يعني كانت في هرم الملك ونيس في سقاره. لكن طبعا الوقت بيتسع لعزف كمان المقطوعه الثانيه من متون الاهرام، وهي عزفت انشوده المعبوده ايزيس، وكانت حاجه رائعه جدا ملفتة للانتباه. يعني كل الناس انتبهوا لإيه اللغة دي، مين إيه اللي بيتقال دوت بخصوص إيه، ودوت فعلا يعني خلى فيه تركيز كبير جدا على أصولنا وجذورنا ولغات اللغة القديمة اللي هي اللغة المصرية القديمة بكل خطوطها. دكتور أحمد، انطباعك إيه عن اليوم امبارح؟ كيف تشعر أو كيف ترى هذا الاحترام والتبجيل والتقديس والإجلال لهذه الحضارة العظيمة اللي حضرتك أحد أساتذة علمها في جامعة القاهرة؟ سؤال مهم جدا، ومش عارف أعبر عنه إزاي. شعور غير عادي يا أستاذ يوسف، بالنسبة ليا وبالنسبة لكل العالم اللي شافت، بالنسبة لطلابي، بالنسبة يعني الكلام اللي كنت بقوله في قاعات المحاضرات كل الناس جابوه. حضرتك أنا صفحتي على وسائل التواصل الاجتماعي لقيت الطلاب بعتت لي رسائل بيقولوا احنا دلوقتي حسينا باللي احنا درسناه لما شفنا الموكب والعظمه وطريقه الافراج والتناغم في الموضوع والازياء والرموز بتاعه الموكب. كمان كان يعني بيحط فيها على الناحيتين اللي هو رمز الماعز اللي هو كان الريشه الزرقاء دي رمز العداله. الحضاره المصريه قامت على العدل والصدق والحق والعلم والعمل والايمان عند المصري القديم والتوحيد. عشان كده احساس لا يوصف، حتى العالم كله متابعاته وكله عبر عن نفس الاحساس دوت. كان كله فخر وعزه، ويعني دايما الحضاره المصريه القديمه ابهرت العالم قديما، والمصريين دلوقتي كمان بيبهروا العالم
بحفاظهم على اثارهم وتراثهم وتقديمه للعالم في ابهى صوره زي اللي حصل امبارح كده. دكتور احمد، كان دايما يتقال للطلبه اللي ناويين يدرسوا علم المصريات، يتقال لهم يا جماعه هتدرسوا علم مصريات ايه، الحاجات دي ما بتاكلش عيش، فيتقال لهم احنا هنبقى باحثين في اهم علم للحضارات في العالم، يتقال لهم يا جماعه مصر مش حاسه باللي انتوا بتعملوه، مش حاسه بالعلم ده، مش حاسه بقيمه الحضاره، اتقال الكلام ده لسنين طويله مضت. النهارده تقدر تقول ايه لمن ينوي او ينتوي دراسة علم المصريات؟ يعني أنا أقدر بعد الحدث الهام دوت اللي العالم كله شافه على الهواء مباشرة، وشاف الحضارة المصرية الخاصة بنا، يعني كل الدارسين وكل الباحثين في علم المصريات أعتقد إن هو ده فتحت شهيتهم أكتر للإقبال على الدراسة دي، لأن العلم دوت يا أستاذ يوسف يدرس في أصول الحضارة القديمة اللي هي حضارة مصرية اللي كان لها إبداع في كل مناحي الحياة الخاصة بالإنسان. مصر القديم والحضارة المصرية القديمة، أول من بنى وشيد وعمر، أول من استخدم الحجر في البناء، وأقدم مبنى في العالم بناء حجر عندنا هو هرم الملك سوسة موجود على أرض مصر. صحيح. أول من عالج الأجساد وتوسط الطب والصيدلة، وكان الأطباء المصريين بيخرجوا من مصر لكل العالم لعلاج المرضى. أول من توصل للفلك والتقويم وتقسيم السنة وعمل تقويم لحياة الإنسان وتنظيم حياة الإنسان. الفنون حضرتك، التمثيل، المسرح، وعندنا مسرحيات مجسدة حتى على معبد إدفو اللي هو حورة الأسطورة الأزرية الشهيرة وحورة الأسطورة موجودة على جدران معبد إدفو وعلى الجدار الخارجي. إذن كل الإبداعات اللي الحضارة المصرية بتقدمها دي، مفيش دلوقتي جامعة في العالم إلا وفيها قسم دراسة علم الإيجيبتولوجي وعلم المصريات، ومصر هي الدولة الوحيدة اللي لها علم بيحمل اسمها إيجيبتولوجي دونا عن سائر الدول. فده بيبين مدى أهمية العلم دوت. كل الطلاب وكل الدارسين برا اللي بيدرس هندسة، حضرتك أول محاضرة لي في علم الهندسة بيكلموه عن بناء الأهرامات، والمهندس أقدم مهندس في التاريخ محوسي بهدوره، اللي بيدرس طب برضه بيكلموه عن نشأة الطب في الأرض المصرية والحضارة المصرية ودور الأطباء المصريين وأقدم طبيب مصري. فإذا هو بدايات كل حاجة هي موجودة عندنا في مصر، عشان دلوقتي كده بيتقال في كل أوروبا مصر حيث تبدأ كل الأشياء، ودي حقيقة مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. نعم. أنا أشكرك جدا 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 دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، نورتنا وشرفتنا. يعني شوف، أنا هقول لكم حاجة لطيفة، يمكن كان سؤالي لدكتور أحمد بدران مبني على رسالة إلى ابنتي العزيزة شيرة. بنتي عندها 15 سنة أو تتم 15 يوم عيد سينا كده، يوم 25 إبريل إن شاء الله. جت بنتي الصغيرة دي من حوالي سنتين وقالت لي أنا عايزة كتب على علم المصريات. قلت لها حاضر. جبت لها كتب على الإيجيبتولوجي، قعدت تقرأ. فجأة لقيتها كتاب في التاني في التالت بتقول لي أنا خدت قرار لما اتخرج من المدرسة هدرس إيجيبتولوجي. طبعا زي كل الناس قلت لها والله، أو زي الناس اللي عايزة تخلي عيالها تتعلم حلو قلت لها أنا ماليش دعوة هتتعلمي إيه، المهم تبقي عارفة أنت مقبلة على إيه، تعلمي اللي بتحبيه، ادرسي اللي بتحبيه، اطلعي اللي نفسك فيه، أنا ماليش دعوة، بس أنت مقبلة على إيه. أنا بقول لكم بقى اللي أنا قلته لها. قلت لها يا بنتي، علم المصريات ده علم عظيم، زي الكلام اللي قاله الدكتور أحمد بدران، إحنا البلد الوحيد اللي ليها علم، إحنا أقدم وأعظم حضارة موجودة على وجه البسيطة، إحنا اللي علمنا الناس إزاي يبقوا ناس، إزاي يبقوا بشر، إحنا اللي علمناهم الهندسة والبنى، وإحنا اللي علمناهم الزراعة، بدل ما يسكنوا في الكهوف يسكنوا في البيوت بإيدينا المصريين، وبدل ما يجمعوا الفاكهة يهندسوا ويرووا ويزرعوا، إحنا اللي علمنا الناس الطب وعملنا عمليات حتى في استئصال الأورام وعلاج العقم وما إلى ذلك. ولكن يا بنتي، إحنا في بلدنا مفيش اهتمام بالكلام ده، الحفريات بتاعتنا والحاجات اللي بنكتشفها مكدسة جوه المخازن، آليات العرض بتاعتنا على قدها، إحنا بلد على قده، العلم ده مقدر بره، تخيلي مش مقدر هنا. طب وبعدين هتشتغلي ايه؟ الا انه لقيتها متشبثه بالفكره، قلت لها انت حره، وكملت قرايه فيها.
أتمنى بعد اللي أنا شفته امبارح إنه يبقى اختيار البت شيرة يوسف الحسيني دي اختيار سليم، وإنه يبقى تشجيعي ليها تشجيع في محله. لكن أنا عندي إيمان وقناعة حقيقية بإنه بعد اللي حصل امبارح البت دي هتلاقي شغل، وشغل حلو، وتقدير حقيقي، لأنه أخيراً مصر قدرت الحضارة بتاعتها. أنا عايز حد يديلي تفصيلة واحدة مش في مكانها، تفصيلة يا ربي. يعني حتى اختيار الأزياء، يعني ستايلست اللي مسؤول أو اللي مسؤول، أنا فعلا مش عارف الاسم، اللي اختار الأزياء حاجة في منتهى الروعة والعظمة. مصممين التابلوهات الراقصة الرائعة دي، الأداء بتاع الراقصين والراقصات حاجة رائعة، فن حقيقي بيعكس عظمة وشموخ البلد دي. اختيار المواقع بلاش، اختيار الفنانين المصريين بالمناسبة، وهنا اعتبر هند صبري مصرية حتى النخاع تاني، ده الكلام اللي انا قلته قبل كده. الرئيس والناس، القعدة، الترتيب في القعدة، الموسيقى، الالوان، الاضاءة، هندسة الصوت. هندسة الصوت في حد ذاتها بالمناسبة برضو أنا مش عارف الأسماء، بس أياً كان مين اللي ورا هندسة الصوت، إيه الشطارة والعبقرية دي إنك تخرج لي الصوت ده من الأوركسترا أحس بيها وأنا قاعد بتفرج على التلفزيون في بيتنا، مش وأنا قاعد وسط الناس. طبعاً يعني في النهاية الاختيار كان محدود جداً، يعني في الحاضرين لهذا العرض التاريخي العظيم، لكن أعتقد أنه كلنا حضرنا، كلنا مش بس مصر، ده ملايين البشر في مصر وخارج مصر. يا سلام عليك يا نادر باشا. الحاجات دي كانت زمان يعني بياخدوا ألقاب، يعني ثق أنه زمان كان ممكن المايسترو العالمي العظيم نادر عباسي ياخد فيها لقب بشوية دي. طب أنا راضي ذمتكوا، ده مش عرض عالمي؟ يعني يقل ايه عن اي عرض عالمي؟ انتقلنا الى الاوركسترا ثم الى الراقصين والراقصات مرة تانية. فكرة التناغم ما بين الكادرات والانتقال من موقع الى اخر، والتزامن بتاع الموسيقى مع الصورة مع الحركة، يعني انقل من قاعة العرض والاوركسترا والرئيس وضيوفه، ثم ألاقي نقلة تانية بتوديني عند الأنتكخانة، ونقلة تالتة على متحف الحضارة، ونقلة رابعة على المقاطع المسجلة لهند والملي والخالد النبوي. إيه ده؟ أنا من الناس اللي تحب يسرى. أنتوا خدتوا بالكوا المركبة اللي قاعدة عليها يسرى المية، يعني سيبك بقى من المركب والدقة والحلاوة والشياكة والنظام، المية دي عين الصيرة. في كتير جدا من المواطنين بالذات من محافظاتنا زمان
أو محافظاتنا البعيدة عن القاهرة ما يعرفوش عين الصير. أما أهالينا القاهريين اللي زي حالاتي فإحنا عارفين عين الصيرة كويس. عين الصيرة في عمري 46 سنة عمرها ما كانت كده. عين الصيرة كانت زمان اللي بنقراه في الكتب واللي بنشوف صوره في الكتب حاجة تانية خالص. وبعد كده كان الواقع في مرحلة من المراحل يزعل، يخليك تعيط. دي عين الصيرة، دي المياه العلاجية، دي اللي شفنا صورها في كتب وفي مراجع استحالة. وتعود عين الصيرة إلى بهائها القديم، بل أجمل وأجمل وأجمل. ويتعمل على ضفاف عين الصيرة، يتعمل عليها متحف الحضارة، المتحف الوحيد والأول من نوعه في الشرق الأوسط، المتحف الذي كرس بكامله للحضارة المصرية العظيمة على اختلاف عصورها وثقافتها وتراثها. مش ممكن. احنا معانا دكتور أحمد فاروق غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة. يا دكتور أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ليا كل الشرف يا فندم. الله يخليك. يعني انا مش عارف هسالك على اللي حصل امبارح وانت من اهلها، ما يصحش برضه، ما يجيش السؤال كده. يعني هو الحمد لله مبروك لكل الشعب المصري، وان الحدث رفع شأن مصر ووضح للعالم ان حاضر مصر وماضيها ومستقبلها دائما مشرق ومبدع. كم الفخر والفخار زي ما بيتقال اللي في قلوب كل المصريين، اللي يخلي ناس كتير تقعد تكتب على صفحات التواصل الاجتماعي أنا فخور بجنسيتي المصرية، أنا سعيد أن أنا مصري، أنا متشرف أن أنا مصري، الناس فرحانة. كل ده كان جهد لله. عظيم يا دكتور. الحمد لله. ده جهد عظيم، يعني الكل بذلوا الحقيقة حتى نراه نحن كمشاهدين مش بس كصحفيين. ردود الفعل يا فندم الدولية جات ازاي واستقبلتها ازاي يا فندم؟ ردود الفعل الدولية الحمد لله، يعني طبعا زي ما حضرتك عارف ان في اكتر من 400 قناة بثت هذا الحدث. صح. بالإضافة إلى ان انا بشكل شخصي بقى يجيلي رسائل من ناس اعرفها في مختلف دول العالم، وناس بعت لناس تانية معرفهاش وبتبلغ ان الحدث أثر فيهم وانهم عايزين يجوا مصر. فده في حد ذاته مردوده كان عالي قوي، ولكن بيضع كل العاملين في المتحف بل في وزارة السياحة والآثار تحت مسؤولية وضغط انهم يبقوا قد هذا الحدث، وان هم يعني يحاولوا ان هم يجاوبوا ويتجاوبوا مع التوقعات اللي مطلوبه من هذا المتحف ودوره الحضاري والثقافي المنتظر منه. مره 2015 او 16 رحت زياره لمتحف نيويورك، الكوزموبوليتان ميوزيوم اللي هناك، ورحت بصحبه واحد راجل يعني بصرف النظر عن اسمه يتولى منصب رفيع في الخارجيه الامريكيه، وهو قايل لي انا هاخدك اعزمك نروح مع بعض المتحف علشان احرق دمك. هو قايل لي كده نصا، هو من الناس اللي كانت ايه واخده صف الجماعه بتوع الاخوان وبتاع. المهم يعني هو مهندس العمليه دي بصراحه. المهم فخدني الله يسامحه، دخلني القاعه بتاعه مصر في المتحف، وحضرتك اكيد زرتها او شفتها. يعني انا وقفت والدمعه هتفر من عيني، يا ولاد الايه انتوا بتعرضوا حاجتنا كده؟ مش ممكن. وتمنيت في قلبي انه باذن الله في يوم من الايام يا رب اشوف متحف اتخن من المتحف ده 30 مره. فشفت متحف الحضاره امبارح في التلفزيون. الحمد لله. يعني خليني برضو اقول في جنود مجهولين كتيره جدا وراء هذا الحدث. نبتدي طبعا بفخامه رئيس الجمهوريه، لأن هذا المتحف تعرض لعثرات عديدة بسبب أمور سياسية بعد الثورة وأمور مادية لكبر حجمه، فكان هو الداعم وراء هذا الأمر. والدكتور خالد العناني ورئيس الوزراء، دكتور خالد العناني الوزير الحالي كان مدير هذا المتحف قبل تولي الوزارة، وبالتالي يعني في نوع من المسؤولية ونوع من الحب الزائد
من عنده تجاه هذا المتحف. العاملين في المتحف انا مش عايز اقول لحضرتك ما كانوش بيناموا، كانوا بيباتوا في المتحف، ودول انا بوجه لهم الشكر لان الدور اللي قاموا بيه غير طبيعي. كل الوزارات والهيئات بمعنى الكلمه اللي طلب منها اي حاجه ومحافظه القاهره لم يتوانوا على الاطلاق. الشركه المنفذه للحدث بحييها من برنامج حضرتك، لان المجهود اللي بذل وحجم الطلبات اللي عملوها لاخراج هذا الحدث بهذا الشكل يعني امر يحسب لكل الناس، وبيبين ان المصريين لو عايزين يعملوا حاجه يعملوها، كل ده بايادي مصريه. صحيح. يعني ما ذكر على وسائل التواصل الاجتماعي ان مش عارف المخرج اجنبي هذا غير صحيح. قد يكون واحد من التيم المجموعه لكن هذا غير صحيح، المخرج مصري. يا فندم هو الحقيقة كل فريق العمل مصري، وعلى الحظ والصدفة انه كل فريق العمل تقريبا انا اشتغلت معهم لسنين طويلة، فانا ممكن اقعد اسرد الاسامي يعني. انا ممكن اقعد اسرد الاسامي وخوفا من السهو، هو ده اللي مخليني مش عايز اقعد اعد فلان وفلان 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 وفلان، اللي هو انا لو قلت ده انا هقول بقى كتيبة. بالضبط. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الباك ستيج بس في هذا الحدث كان 1800 شخص. باك ستيج. باك ستيج. بتكلم على باك ستيج. ايوه. فيعني ملحمه بتبين زي ما بقول لحضرتك ان مصر تقدر، وان مصر ماضيها وحاضرها ومستقبلها احنا لسه قادرين. العمليه ما كانتش بس مجرد نقل الملوك والملكات، لكن كيفيه تعظيمهم وكيفيه ان احنا بنديهم وضعهم ورهبتهم وقدسية الموت واحترام هؤلاء الملوك والملكات واستقبال رئيس الجمهورية ليهم بالزبط. فيها دلالات كبيرة قوي. بالظبط بالظبط بالظبط. دكتور أحمد أنا بشكر حضرتك جدا، بتمنى لكم كل التوفيق، وليا كل الشرف والفخر أنه حضرتك كنت معنا على التليفون. دكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة. آخر جملة قالها دكتور أحمد دي مهمة جدا، خد بالك آخر لحظة حضرتك شفتها في عرض مبارح سيدي المواطن وسيدتي المواطنة، أول ما تم الإعلان عن وصول الموكب الملكي الرئيس وقف وراه كل الضيوف، ثم توجه الرئيس، يعني حتى لو عندنا اللحظة دي تبقى ظريفة نعرض، هتلاقي الرئيس قام وقف في لحظة الوصول بتاع الموكب الملكي أو الموكب الذهبي إلى متحف الحضارة، فتم الإعلان عن ده، الرئيس راح قام واقف، كل الحاضرين والضيوف قاموا وقفوا، الرئيس اتحرك من مكانه مشي طلع على الباب بتاع المتحف يستقبل أولى السيارات الملكية أو السيارات التي تحمل المومياوات الملكية، السيارات التي تحمل 18 ملك وأربع ملكات، 18 ملك وأربع ملكات. رئيس مصر يستقبل ملوك وملكات مصر، دي في حد ذاتها إشارة، اتصال ماضيك العريق وحضارتك وثقافتك وتراثك بواقعك وحاضرك ومستقبلك. فكرة الاتصال المستمر الذي لا ينقطع، أنا أظنها مجرد ظن، أظنها هي رسالة مفترض أن تصل للعالم، تصل لكل مصري وتصل إلى الإقليم العربي، تصل إلى إفريقيا، تصل إلى العالم أجمع، تصل إلى البشرية. أنا أظن إنه الفكرة دي في حد ذاتها هي رسالة واضحة، مصر متصلة غير منفصلة، مصر في حالة أهي الرئيس ماشي متجه إلى البوابة الرئيسية، رئيس جمهورية مصر العربية يستقبل ملوك وملكات مصر، 22 شخصية ملكية، 18 ملك، أربع ملكات، الرئيس يستقبلهم إلى مقرهم، الرئيس يقف يستقبلهم عشان يدخلوا المقر بتاعهم.
في سلام وهدوء. متحف الحضارة، المتحف القومي للحضارة، شيء مهيب وعظيم ورائع، ورسالة أكتر من رائعة وجميلة، ممتلئة بالعزة بالمجد بالفخر. الاتصال ما بين الحقب والعصور المصرية، احنا بنتكلم هنا على مومياوات عمرها تقريبا 3500 سنة. شوف بقى بالظبط كده، ادي الرئيس على البوابة ينتظر الملوك والملكات، فخامة رئيس الجمهورية يستقبل أصحاب الجلالة ملوك وملكات مصر. يا خبر أبيض، إيه الرسالة دي؟ إيه الرسالة دي؟ أنتم متصورين أو متخيلين فحوى وأهمية هذه الرسالة؟ مصر مش هقول لك تستعيد مجدها القديم، مصر تتصل بمجدها القديم المستمر. هي فكرة الاتصال والاستمرارية، لا يوجد فصل. أنا آسف، أنا في رأيي هي دي الرسالة. شوف كل اللحظات العظيمة والدقائق الرائعة الممتلئة بالجمال وبالدقة وبالعظمة وبالمجد وبالزهو وبالبهجة وبالفرحة وبالفخر، كل اللي فات ده كوم ولحظة استقبال الرئيس لملوك وملكات مصر كوم تاني خالص. رسالة شديدة الأهمية، مصر مستمرة على مجدها، على عظمتها، على بهائها، على زهوها، على قوتها، على قدرتها. اقعد بقى قول اللي انت عايزه في وصف يبجل مصر حضارة وشعبا وحاضرا ومستقبلا. خلونا نشوف تقرير لطيف. التقرير هيضم كبريات المؤسسات الصحفية والإخبارية على مستوى العالم، قالت ايه؟ لا دول بيجاملوا ولا بيطبلوا ولا بينافقوا ولا مزقوقين ولا مرعوبين ولا غيره. خلونا بقى نشوف ونفرح، ننتشي كده زي ما بيتقال. عندما يتعلق الأمر بالحضارة المصرية القديمة يقف العالم منتبها ومتابعا بتركيز شديد. موكب المومياوات الملكية حدث فريد نجحت مصر كعادتها في إخراجه للعالم بشكل مبهر، نال إشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أثنت على الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية قائلة إنه حفل لتكريم التراث المصري الغني. وفي نفس السياق أشادت شبكة CNN الأمريكية بموكب المومياوات الملكية، مشيرة إلى أنه عرض غير مسبوق لملوك مصر القديمة في شوارع القاهرة. من جانبها علقت شبكة BBC البريطانية على الحدث، وصفة العرض بالفخم الذي يليق بوضع المومياوات الملكية ككنوز وطنية لمصر، وسلطت الضوء على إجراءات نقل المومياوات من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، والتي تمت بشكل دقيق للحفاظ على حالة الأجساد وعدم تآكلها. كما سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على تاريخ ملوك الموكب الملكي ووصفت الحفلة بالرائع. وعلى المستوى الأوروبي أيضا عبرت وسائل الإعلام الألمانية عن اهتمامها بنقل المومياوات الملكية، مضيفة أنه موكب أسطوري عريق. الحدث التاريخي لموكب المومياوات الملكية حظي بتغطية إعلامية خاصة، حيث نقلته أكثر من 400 قناة تلفزيونية ليشاهد العالم أحد الأحداث التي لا تتكرر كثيرا. رحلة تابعها العالم أجمع، وكانت شاهدة على انتصار جديد وإبداع فريد لمصر تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي حظي التراث المصري التاريخي في عهده بالكثير من الدعم والاهتمام.
ولا صوت يعلو على صوت الموكب الذهبي بصراحه بتاع امبارح. هتيجي تقول لي يا عم يوسف انت هتقعد الحلقه كلها اتكلمنا عن الموكب الذهبي، ارجع اقول لك احنا لو قعدنا حلقه واثنين وثلاثه واربعه نتكلم فيها على الموكب الذهبي مش هنوفيه حقه. يعني من ضمن الحاجات برضو اللي خدت بالي منها امبارح ولفتت نظري جدا، انتوا خدتوا بالكوا من العرض بتاع الاضاءه وتحديدا المسله في ميدان التحرير؟ يعني المسله راح طالع منها كده بالاضاءه، انا مش عارف بتتعمل الحاجات دي ازاي طبعا، راح طالع منها بيمز كده يعني اسمها بيسموها اشعه اضاءه، اشعه ضوئيه كتير، هي طبعا بتبقى ليزر وحاجات من هذا القبيل، تطلع وتنور للسماء وحاجات زي كده. فطبعا هنا وكانك بتقول ان هو ده المتحف المصري اهو، ده مثلا شغل من شغل الاضاءه. لا انتوا لو خدتوا بالكم من شغل الاضاءه اللي على المسله، يعني المسله المصريه من قلب القاهره في ميدان التحرير اشهر ميادينها وواحد من اشهر ميادين العالم، اهي 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 الحته اللي فاتت دي بص تنير العالم. هو ده هو ده، يعني في حاجات كده بتبقى زي تقدر تسميها الرسائل. المسله المصريه تنير العالم، تشع بالضوء والحضارة والثقافة والعلم. مفيش حاجة اتعملت في موكب المومياوات الملكية ده ما هياش محسوبة، استحالة استحالة يطلع بهذا الشكل العظيم إلا وكل سنتيمتر محسوب. كنت بكلم مع واحد من زمايلي دون ذكر الأسماء عشان مش عارف دي تعتبر يعني تفاصيل مفترض ان هو يبيع يعني مباح لي الكلام فيها ولا لا، انه ازاي المسافات كانت بتتحسب مثلا ما بين شخص وشخص اخر، وده هنا المارش العسكري، حاجه عظمه عظمه عظمه. بصوا الاضاءات اللي معموله في ميدان التحرير، اللدات اللي اتعملت على المباني، طريقه الاناره بتاعتها، التزامن بتاع الاناره مع الموسيقى، معزوفه مقطوعه واحده. صديقي العزيز اللي كان بيحكي لي النهارده فبيقول لي مثلا المفروض الوقفه تبقى بالظبط متر 25 سنتي، فالكل فريق العمل، فريق العمل كله ما فيش حد بيتحرك من غير ما يبقى فيه معاه متر عشان يقيس المسافات ما بين الناس اللي واقفة، سواء إذا كانوا بقى مثلا الناس اللي لابسة زي الفرعوني، الراقصين الراقصات، المواكب اللي ماشية، كل الحاجات اللي حضراتكم شفتوها دي متقاسة 100 مثلا مثلا على سبيل المثال يعني 125 سنتي، مش عارف ايه هتلاقيه 75 سنتي، يعني الأمور بتتقاس فعلا بالسنتي وبالمليمتر، ما فيهاش هزار ما فيهاش هزار، ما فيش حاجة كان فيها احتمالية للخطأ. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما في يا جماعة أنا بقول لكم كده وأنا عارف نفسي، أنا غتت، أنا من الناس اللي بتطلع يعني أقل حاجة، خلقتي كده ما أعرفش ليه، يعني غالبا طلعت مذيع عشان كده، إن أنا طول الوقت قاعد عمال مركز في أدق التفاصيل وأروح مطلع الحاجات من فين، الإبرة بطلعها من كوم القش، ما فيش فيها هزار، أنا ما طلعتش حاجة. طيب إحنا معانا منة، ومنة هي واحدة من طالبات كلية الفنون التطبيقية اللي شاركوا في العمل في الملابس والإكسسوار، منة الله أحمد. إزيك يا منة؟ الحمد لله يا حضرتك. أنت من ضمن الناس اللي اشتغلت في الموضوع ده؟ يا بختك. يعني من أول ما ابتدينا المشروع خالص. يا بختك يا منة. ده كان من إمتى بقى؟ بدأتي من إمتى؟ من شهر 9 ابتدينا فيه. 9/2020. بدأتي ازاي؟ قوليلي تم اختيارك على اي اساس؟ اتكلفتي بايه تحديدا؟ احكيلي يا منة. اوكي. هو انا كنت نازلة تدريب مع موجة. اوكي. ياسمين عبد الوهاب ومحمد خفاجي. تمام. ساعتها كانت هم دخلوا في الشغلانة دي. فقالوا لي منة انت هتشتغلي معانا، يعني هتشتركي معانا في المشروع ده كده. وحكوا لي يعني عنه، قلت تمام يعني هبقى معاهم فيه وبس. كنا في الاول هم بيعملوا تصاميم مفروض كان بيتوافق عليها من ستايلست خالد عزام ومي جلال ومخرجين. اوكي. وبعد كده كانت التصاميم دي بقى تيجي والمفروض ان احنا بنشوفها ننفذها ازاي. وابتدينا بقى التنفيذ، كان برضو بننفذ
يعني وان بيس، ومفروض بيشوفوها الأول علشان لو طلعت مظبوطة وزي ما إن هي تكون بصورة كويسة فخلاص هنعمل منها أعداد. حلو. كنا بنعمل كده، كنا بننفذ الحاجات على فوتوشوب والإليستريتور. أوكي. بعدين بقى بنبتدي نشتغل بإيدينا بقى. كان إيه 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 احتمالات الخطأ يا منى وأنتوا بتشتغلوا؟ الأعداد كانت كبيرة قوي، بس كان المفروض إن إحنا لازم كل حاجة تطلع يعني بالضبط نسخة من الأصل، من الأصل اللي إحنا كنا عاملينه في الأول. بيرفكت، يعني مفيش مجال غلط، مفيش. ما كانش في مجال غلط، يعني لو في حاجة غلط كنا بنعيد. يعني إحنا عدنا حاجات كتير قوي في الأول أصلا، في حاجات باظت بس في يعني تمام، كنا البيبوز خلاص مش هنستخدمه، احنا هنعمل اول جديد لازم الشغل يطلع كويس. طيب لو 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 انا حبيت افهم ايه اللي استفدتيه من التجربه دي يا من؟ والله وانا كنت اول مره ابقى مسؤوله عن حاجه كتيره، وانا كنت مسؤوله عن التيم يعني اللي كانوا معايا، هم برضه طلبه كلهم، فانا كنت مسؤوله عنهم، فكانت دي حاجه بالنسبه لي صعبه يعني. فانت كنت تيم ليدر يعني؟ طب كويس، بس اتعلمت يعني منها كتير يعني. طيب بس خلاص انا عارف يعني، وعرفت يعني عرفت خامات وتجارب كتير، وعرفت على ناس كتير قوي يعني. انا شاركت جوه وقت التصوير كمان لما كانوا بيصوروا واللايف، تعرفت يعني انا اتعرفت بناس كتير بجد عملوا مجهود جبار عشان يطلع يعني. انت عارفه منا انه المشروعات اللي بالحجم ده اللي بيشارك فيها بيتحط على عتبه العالميه، فانت يعني دلوقتي اتحطيتي على العتبه زي ما بيتقال. يعني يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لا حقيقي يعني كله يعني مش انا بس اللي تعبت، وكنا كلنا تيم. انا فاهم، عشان كده بقول لك اللي بيشتغل في بروجكت بالحجم ده، يعني حتى تلاحظيهم مثلا في صناعه مختلفه، صناعه السينما، اللي بيشتغل في فيلم من الافلام الكبيره بتاعت هوليوود مهما كان يبدو ان مهمته في الصغير يعني، لا ده خلاص يعني لما بيجي بيشتغل في حته تانية بيشتغل بفلوس، فلوس كتير. انت بعد كده هتقعدي بقى وتطلبي فلوس وبتاع وحاجات من دي، تقول لهم لا ده انا اشتغلت في الجولدن بريد فما فيش فيها هزار يعني. خلاص هبقى مشهوره خلاص كده. طبعا 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 طبعا. اشكرك يا منى، وشكرا على الجهد، وشكرا على انه دخلتي معانا على التليفون، وربنا يوفقك في اللي جاي باذن الله. طيب احنا زي ما كنت بقول لكم في كتائب من العمل، تفاصيل التفاصيل، يعني مثلا العربيات اللي حضراتكم شفتوها ليها تصميم جميل، التصميم ده بيتعمل ويترسم ويتظبط وتمام على ورقه، خلاص كده مثلا ورقه يعني. اوكي طيب هننفذه بقى، نبدا نخش في حيز التنفيذ. جميل. طيب درجات الالوان ودقتها ودهانتها وجودتها، يعني كل حاجه مفيش فيها هزار. على سبيل المثال حسن هاشم المسؤول عن دهانات عربيات نقل المومياوات والبوابات الفرعونيه. حسن باشا على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو علي، تسلم إيدك والله ينور. ربنا يخليك، ربنا يخليك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. وأنا طبعا بحيي جدا القناة الأولى التلفزيون المصري الجميل بتاعنا اللي عمل تغطية عظيمة اللي شرفتنا قدام العالم كله، وبشكر حضرتك طبعا يا أستاذ يوسف. يا حسن أولا أنا ولا أستاذ ولا بتاع، أنا أخوك يوسف. اتنين، ده أنتوا اللي شرفتونا يا عم حسن، ربنا يخليك. يعني احنا نقلنا جهدكم بس، لكن اللي انتوا عملتوه ده هو اللي شرفنا وخلانا راسنا مرفوعه قدام الدنيا. والله حضرتك احنا في الاول يعني اشتغلنا، بدانا في الشغلانه اللي هو كنا خدنا الديزاين، طبعا بشكر المدرسه بتاعتنا الاستاذ الكبير الباشمهندس محمد عطيه المشرف الفني والمصمم لكل ديكور والعربيات وكل حاجه، كل ديكور الموكب ككل، والباشمهندس طبعا كريم عرفان والباشمهندس محمود هاشم اللي كنا بنشتغل بتوجيهاتهم لينا. احنا حضرتك بدانا اصلا من اكتر يعني عدينا سنه، كنا في انشاز قطاع المظلات بالتحديد،
كنا هناك خدنا التصميمات وبدأنا اللي احنا ننفذ ونشتغل. طبعا كل شويه كان نشوف العربيه نشطب واحده نشطب اثنين، لا العربيه ديت احنا مش هتليق بالملوك العظيمه ديت، لا احنا العالم كله هيشوفنا وهيتفرج علينا، احنا لازم نعدل ديت، احنا لازم نعدل الديزاين ده من الاول. طيب اللي هو تمام اللي هو ما بنكلش او ما بنزهقش، لا اللي هو احنا مش خلاص كفايه احنا كل مره بنعدل، لحد ما الحمد لله رب العالمين اللي احنا ظهرنا بصوره مشرفة جدا تشرفنا قدام العالم كله. حلو قوي والله بجد، هو يشرفنا قدام العالم، ده يشرفنا ونص كمان زي ما بيتقال. طيب المسألة كانت متعبة مجهدة، عدتوها كذا مرة لحد ما وصلنا للشكل الحلو المشرف للعربيات دي؟ هو حضرتك احنا ما عملناش العربيات بس، طبعا اكلم حضرتك عن عربيات وبوابات صح؟ البوابات الاعلام اللي في الشارع، يا عيني الديكور اللي في متحف الحضارة، الديكور اللي امام متحف الحضاره كله اللي هو السور بتاع المتحف احنا عملنا عليه ديكور كله من بره، بوابات في عمر مكرم في التحرير، شارع الاعلام من اول ما حضرتك العربيه بتطلع حضرتك، اصلا احنا كنا لحد امبارح لحد ما العربيه طالعه من مكانها اللي هو كنا بنشتغل، اللي هو يا جماعه احنا مش عايزين نسيب اي حاجه صغيره ان حد يشوفها يقول لا دي مش تمام، دي مش مظبوطه، لا اللون ده مش ماشي مع ده. حضرتك طبعا انا يعني كنا بنحاول نخاول الالوان ديت، احنا شغالين بمعايير احنا بنعملها يدوي، بس اللي هو اللهم لك الحمد يا رب، انا اصلا من مركز ومدينه البطرشين، وده حاجه بتشرفني، هي اصلا يعني بلد صناعيه يعني تعتبر بعد دمياط على طول في صناعه الموبيليات. ايوه تمام. فحضرتك احنا في الاول انا يعني شغلانه ما كنتش متصور ومتخيل انها بالحجم الضخم ده، لحد ما بدأنا بعد كده نشتغل نعمل ديزاين لدوت، بعد كده نبدأ ننفذ فيه، لحد يعني اشتغلنا كذا مرة شهر ونص، بعد كده آخر 20 يوم دول بجد أقسم بالله العلي العظيم الناس بتاعتي أنا بشكرهم جدا، وعلى رأسهم أحمد فرغلي اللي وقف جنبي وسندني في الشغلانة، احنا كلنا فعلا من أكبر حد في الشغلانة ديت لأصغر حد في الموكب ده، احنا تعبنا بجد، احنا فضلنا 20 يوم تقريبا كل يوم بننام ساعتين اللي هو 3 ساعات بجد يعني اكتر حاجه، وفي صفات بالنهار وليل يعني اللي هو ده بيسلم ده اللي هو تعبان مش قادر خالص، طب يا جماعه معلش احنا خلاص احنا بقى قدامنا اسبوع، احنا قدامنا كذا يوم، فاللي هو الناس ما بتقولكش لا يا جماعه احنا العالم كله هيتفرج علينا، احنا نخلد اسامينا قدام الناس دي كلها في التاريخ ان احنا مش بننعمل اي حدث، احنا بنعمل حدث بننقل 22 مومياء ملوك مش مومياء عاديين، اللي هو يعني كل الناس بتشوفنا وعايزين نطلع بلدنا، ان نعرفهم فعلا ان احنا 7000 سنه حضاره، وان احنا يعني من الدول العظمى، لا احنا مش من الدول العظمى، احنا اعظم دوله فعلا عندنا حضاره فرعونيه. طبعا طبعا حسن، انا مبسوط ان احنا بنتكلم معاك وفخور بيك وبهنيك وبقول لك ألف شكر، أنت وكل الناس اللي بإيديها طلعتوا لنا المشهد بتاع امبارح ده، أنتوا يا أخي شرفتونا قدام العالم حقيقي. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، أنا بشكرك، أنا مبسوط جدا وبشكر التلفزيون المصري. يا رب يخليك يا حبيبي. طيب أحد برضو الناس اللي اشتغلت بإيديها وبدماغها وبفنها، عمرو كمال نقاش وأسترجي بوابات التحرير وعين الصيرة. عمور باشا حبيبي، كل سنه وانت طيب. وطي صوت التلفزيون بقى يا عمرو باشا علشان كل سنة وانت طيب، وانت بالصحه والسلامه وتسلم ايدك. ماشي كل سنه كله تمام، بس وطي التلفزيون على الاخر، وطي بقى التلفزيون على الاخر يا عم عمرو عشان ايه اسمعك وتسمعني وناخد وندي في الكلام. ماشي. الو، الخط قطع على حظي، ونحاول إعادة الاتصال مرة عمرو سامعني؟ سامعك يا باشا. حبيبي يا باشا، احكي لي بقى وانت طيب وبالصحة والسلامة، وشكرا على اللي انتوا عملتوه وطلعتونا بالشكل الحلو ده امبارح. والله انا مشارك في الحفلة ديت في المكتب بتاعنا، والحفلة دي احنا شغالين فيها من زمان، ويعني خدت مننا جهد كبير
وخدت مننا وقت كبير بصراحة والحمد لله يعني احنا حبينا نقضي على اجمل وجه زي ما انت ما شفت كده بصراحة. ويعني الحمد لله والشكر اللي احنا تعبنا في الحفلة جامد قوي قوي قوي. واحنا نحب نشكر الاستاذ الرئيس بالمتاحف الجديدة اللي عملها في مصر والمنشآت الجديدة وعمل لنا كل حاجة حلوة يعني، واحنا فرحانين ومبسوطين اللي احنا شاركنا في حاجة زي كده. طب قول لي يا عمرو، انتوا بدأتوا تشتغلوا في الموضوع ده من امتى؟ احنا بدأنا نشتغل في الموضوع ده بالظبط، الحفلة دي اشتغلنا فيها 3 مرات ووقفت. ها يعني الحفلة دي اشتغلنا فيها 3 مرات ووقفت. ماشي. كنا بنجهزها في الورشة عند المهندس عطية. ها. والمهندس كريم عرفان طبعا يعني كل الشكر ليه بأمانة، هو المهندسين اللي معاه والمهندس وادي. ايوه. يعني والمهندسين دول كلهم بصراحة تعبوا معانا. وكانوا بيجهدوا جهد معانا كبير في الحفلة وكل حاجة كانت برعايتهم وكل حاجة كانت يعني ماشي يا عمورة. واللوستة بتاعنا برضك يعني كان برعايتنا وكنا حاجة كبيرة يعني. بص يا عمرو، دايما كنا نسمع يقول لك ايه ده شغل أجانب، يقول لك على الحاجة الحلوة يقول لك شغل أجانب. ايه رأيك أنت في الكلمة دي بعد اللي أنتوا عملتوه ده؟ شغل أجانب يعني إحنا المصريين القدماء، إحنا المصريين القدماء يعني إحنا بنحب نعمل أي حاجة حلوة. الله ينور. وأنا الحمد لله والشكر لله أنا صنايعي وأنا صغير، ووالدي راجل صنايعي وقرايبي كلهم صنايعية عندنا في البلد نقاشين وسترجية والحمد لله يعني. أحسن ناس. أنت منين يا عمرو؟ أنا من البدرشين. أحسن ناس يا عم عمرو. حبيبي يا باشا، احنا من العظمى الاولى متريينا وسقاره. يا عيني. يعني يا عيني. احنا من العظمى الاولى، احنا بلد العظمى الاولى طبعا، متريينا وسقاره جنبينا والسياحه واحنا بنحب نشاهد الحاجات دي كلها. مصري مصري اصيل. احلى شغل يا عمرو، انا مش عارف اشكرك اقول لك ايه ولا ايه. الله ينور عليك والله ينور على صنعتك وعلى كل اللي حواليك. والسوشيال ميديا اول ما دخل راح لاني انا شغال. ايوه. يعني راح مصورني يعني هم شافوني وانا شغال وقوم صوروني وكده يعني وقوم سلموا عليا وانا واقف وعادي يعني. خلاص يا باشا بقيت نجم بقى. اكيد يعني احسن ناس. نجم في بلدي بردك الحمد لله. انت تستاهل احسن حاجه في الدنيا. وبعدين انا شغال بردك مع اللوستة بنعمل اعلانات ومسلسلات خلاص بقى انا كده عرفت ان انت كده ايه جامد من كله. شكرا جدا ليك يا عمرو، نورت وشرفت وكلكم شرفتوا الحقيقه مصر. لما تيجي تشوف ازاي الاستقبال بتاع اللي حصل امبارح، طبعا انا من الناس برضو اللي نزلت حتى هذه اللحظه اقول لك معجب اعجاب بالحكايه بتاعه المسله اللي بتطلع شعاع النور فتنير العالم علما وحضاره، تملأ العالم علما وحضارة. ده برضو في حد ذاته حلو. المخ اللي فكر يا جماعة، في مخ أمخاخ حتى، مش هقولك مخ واحد، ناس قاعدة عمالة بتفكر هنطلع ده ازاي، هندي الحكاية دي حقها ازاي، يعني ايه احنا نعمل حدث عشان خاطر 22 ملك وملكة، 18 ملك 4 ملكات. عاوزين حاجة ما حصلتش، عايزين حاجة ما حصلتش. احنا معانا فناننا الجميل الرائع الفنان الكبير وليد توفيق على التليفون. اهلا بيك يا فندم. حبيبي مساء الخير والف مبروك. مساء الخير لليك ولكل اللي يشوفوني على الشاشة دلوقتي. بقول لهم لشعب مصر الحبيب الف مبروك، الف مبروك على هذا الانجاز العظيم. الله 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 يبارك، الله يبارك فيك. بس انا عايز اسمع الاول. قول لي حبيبي. عايز اسمع الاغنية. قول لي اسمعي. هنسمع مع بعض الأغنية ونرجع نكمل كلامنا بعد إذنك، ممكن؟ لأنه العيد العيد بتاعنا كلنا زي ما بيتقال.
يحرجوا التحية ويهنوك القرايب يا ام الطلعة البهية. ايه الاغنيه الحلوه دي؟ يعني الاغنيه تقطر مصرا زي ما يتقال. يعني حضرتك مصر اكتر مننا بصراحه، يعني حضرتك زينا وزياده زي ما يتقال. مصر، مصر في قلبي وجداني، مصر التاريخ، مصر الحب، مصر المجد، مصر العظمه على عظمه. يعني الواحد قد ما قال عن مصر، مصر بالنسبه لنا قوتنا. احنا قلنا دايما مصر بخير كلنا بخير ان شاء الله يا رب. دايما بخير طول ما مصر بخير ولبنان بخير، اهم حاجه برضو. يا رب الحمد لله رب العالمين. ما نقدرش ان شاء الله خير يا رب، ما نقدرش ننساها ونتمنى لها دايما كل خير. لبنان دي اصلها في القلب. يعني انت عارف احنا وطن عربي بحاجه بانجاز، بحاجه لفرح. فرحت قلوبنا. ربنا يدين مصر يا رب، وشعب مصر، ورئيس مصر ربنا يطول بعمره يا رب. اللهم امين، اللهم امين. ولاحظت انه حضرتك كتبت النهارده كمان على السوشيال ميديا بتعبر عن كده، يعني مصر وجه الخير، مصر الطيبه والجدعنه، مصر الفن والثقافه، الحضاره الخالده، بلدي التاني واهلي وناسي، فرحتي الليله اكبر من اي تعبير. ايه الكلام الحلو ده؟ والله صدقني من قلبي، لا يعني لا يطلع هذا الكلام الا من قلب صادق. انا مصر بالنسبه لي اكيد العرب كله بيحبوها، السمانين كلهم بيحبوها، لكن انا عشت وترعرعت هناك ولقيت ناسي وحبايبي، ويعني
ما اقدرش اعبر الا بالطريقه دي. ده اللي جواي وده الحقيقه اللي انا بقولها من كل قلبي صدقني. ربنا يخليك ويخلي لنا صوتك الجميل وروحك الاكثر من رائعه، ودايما نتنور ونتشرف بيك. يطول عمرك يا رب. مبروك مبروك وعمار عمار يا مصر. عمار يا مصر دايما، وكل التحيه للبنان بالتاكيد، ونتمنى لها دايما كل الخير. لبنان الارض والبلد والناس كل حاجه فيها حلوه حقيقي يعني. المصريين يعني فعلا مش هزار يحبوا لبنان زي عن اللزوم، فعلا يعني نحب لبنان جدا. بلد حلو، بلد جميل، بلد الفرحة، نتمنى لها يا رب الخير. المشهد اللي أنا بحبه كل شوية بيجيبه لي، أنا أشكر زملائي الأعزاء فوق في الكنترول روم اللي بيجيبوا لي المشهد اللي أنا بحبه ده، عشان ده المشهد الشامل الجامع بالنسبة لي، مشهد المسلة المصرية التي تنشر علما ونورا وحضارة. حاجة عظمة عظمة عظمة. ده جزء من المناسبة، اللقطات اللي تم تسجيلها بقى يعني، الرقصات والاستعراضات والتابلوهات العظيمة اللي اتعملت دي حاجة عالمية بجد بجد. حتى الحاجات اللي بتنور على الأرض معمولة بحساب وبالمقاس والمسافات مظبوطة، يعني مش ممكن مش ممكن. الحركة، بص الموجة اللي طالعة واللي نازلة دي، ده بقى بالمناسبة متصور في المتحف المصري الكبير اللي هو مدخل طريق مصر اسكندرية. 21 طلقة بتوع المدافع، التحية الملكية 21 طلقة، والتزامن بتاع الطلقات. يا جماعة العربيات دي من كتر ما هي محبوكة أنا صدقت إن في عربية كده والله لأول لحظة، أنا بتكلم جد مش هزار، أنا افتكرت إن في عربية كده يعني. مش ممكن مش ممكن. واخد بالك من وقفة فخامة الرئيس في انتظار المومياوات؟ والبنوتة الأمورة دي ما شاء الله خايفين عليها تتحسد والله من كتر ما الناس ركزت معاها. والوشوش المصرية الحلوة اللي طلعت من شوية لأطفالنا، حاجة جميلة حاجة جميلة. يا أخي الواحد بيفرح فرحة ببلدنا وبننبسط بجد. شوفوا طالما عملنا اللي احنا عملناه امبارح ده، ما ينفعش ابدا وتحت اي ظرف وباي حال من الاحوال انه اي حاجه هتتعمل في بلدنا تطلع بدقه اقل من دي، استحاله. احنا ما بقيناش هينفع نبلع حاجه زي كده يعني. بص عارف بالظبط كده اللي ياكل اكله حلوه خلاص هو متوقع انه ما ينفعش يبقى في طبخه اقل من كده، خلاص ما ينفعش. طالما بنعرف نطبخ الطبخه كده ما ينفعش يبقى في حاجه اقل. التزامن بتاع طلقات المدافع شيء عظيم شيء عظيم. بالمناسبه السفير الصيني في مصر الوزير المفوض شياو جينغ هينغ عبر عن انبهاره. خد بالك الصينيين برضو من ضمن الحضارات العظيمة الضاربة في عمق التاريخ، بس احنا اقدم طبعا. الصينيين ما بيحبوش حكاية ان احنا ابدا دايما في منافسة يا جماعة بالمناسبة على حجم الحضارة وتأثيرها في مستوى على مستوى العالم والإنسانية ما بين الحضارة المصرية والحضارة الصينية والحضارة العراقية. دايما نتنافس على ذلك وكل واحد فينا يقول احنا الأقدم، بس احنا الأقدم ده بجد يعني. لكن مش ده موضوعنا. الصينيين لما يعبروا عن الانبهار يبقى لا بقى، الصينيين اللي عملوا كل حاجة يعني، طيارات تلاقي، صواريخ تلاقي، عربيات تلاقي، من الإبرة للصاروخ. الصين دي البلد اللي بتعمل من الإبرة للصاروخ، الصين دي اللي بتعمل كل حاجة في الزمن القياسي، الصين اللي بتعمل المباني الرهيبة اللي ما فيش زيها يعني كل حاجة. انتوا خدتوا بالكم الصين كانوا بينقلوا، لو تفتكر كان في مرة كده من كام شهر الصين نقلت مباني من مكانها حركتها وديتها حتة تانية، دول نقلوا اظن كان مدرسه او حاجه زي كده من كام شهر، حاجه غريبه جدا. فلما الصينيين السفير الصيني في مصر يعبر عن انبهاره ويصف بان اللي حصل خد بالك حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق، السفير الصيني قال في تصريحات خاصه لوكاله انباء الشرق الاوسط، وكاله الانباء بتاعتنا الوكاله الوطنيه بتاعت مصر، قال فخورون أشكرك ومنبهرون بما نراه، واتكلم على عظمة الحضارة المصرية
وبأن موكب المومياوات الملكية الموكب الذهبي يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة على حد تعبيره، مضيف بأنه مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كل المجالات. حطوا تحتها 10,000 خط. بمناسبة اللي حصل امبارح، وعلشان تشوف برضو هنا بقى ايه رد فعل سريع على مسألة الانبهار بالحضارة المصرية، عودة الايه تسميها ايه عودة الروح للمصريين، فيتعمل حجز 1400 تذكرة في يوم. يعني احنا شفنا الحدث ده امبارح يدوب اخر النهار مع دخلة المغربية، صح كده؟ الصبح 1400 تذكرة لمتحف الحضارة أول يوم عقب افتتاح فخامة الرئيس للمتحف. دي تسميها إيه غير عودة الروح؟ الناس فرحانة، الناس سعيدة، الناس مبهورة، الناس فخورة، الناس مقبلة. أتمنى إنه ده ينعكس هذه الفرحة وهذا الفخر وهذا الاعتزاز ينعكس على كل لحظة في حياتنا. أتمنى ينعكس على حجم إنتاجنا، ينعكس على جودة أي منتج. من أقل ورقة بنطلعها في أي هيئة أو مصلحة أو شركة إلخ 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 إلى أكبر منجز بيحصل في مصر. تخدتوا بالكوا الأسطوات والصنايعية الفنانين اللي اشتغلوا في الحدث كل واحد فيهم سعيد إزاي؟ خدت بالك من عمرو لما بقول له يقولوا اصل ده شغل اجانب؟ قال لي لا ده احنا صنايعيه ولاد صنايعيه. الكلمه دي بالدنيا، الكلمه دي بالدنيا. الصنايعي فنان بيحب شغلانته، بيقدرها، بيحترمها، فخور بيها، ودي حاجه مهمه جدا. فقال لك لا ده احنا صنايعيه ولاد صنايعيه، انا صنايعي وابويا صنايعي، انا نجم في بلدنا. شايف الفخر والاعتزاز بالذات حاجة تفرح، حاجة تشرف. وبالمناسبة طبعا مما لا شك فيه المشهد بتاع امبارح ده كان يشهد تألقا لسيدات وفتيات في حفل نقل المومياوات العالمي. السوبرانو أميرة سليم، شوف كل امبارح يعني انا امبارح طبعا سمعت نسمه وسمعت يعني انا كنت مبسوط. الموسيقى بتاعت هشام نزيه كنت مبسوط. انا بالنسبه لي وانا قاعد عمال بسمع حاجه انا بحس بالفن امتى؟ لما ما بقاش فاهم الكلام، احس بحلاوته وانا مش فاهمه. اول ما الاقيه دخل في قلبي كده، اول ما الاقي نفسي اتحرك وجداني يبدا يتحرك، ذهني مشاعري تتحرك، احس بانه هذا فن عظيم حتى وانا مش فاهم ولا كلمه. سوبرانو اميره سليم معانا بعد الفاصل. حدث الأحداث، الموكب الذهبي، موكب المومياوات الملكية، زي ما كنت بقول لكم كده، الحدث الحقيقة الرئيسي مش بس في مصر، أصبح حدثا رئيسيا يتابعه العالم. 400 قناة ومحطة على مستوى العالم بتنقل الحدث ده. طيب
ده إن أفاد يفيد إيه؟ يفيد إنه واحد الحدث مهم جدا جدا، اتنين الحدث عظيم إلى أبعد الحدود. طيب منظومة كاملة كان يقودها أو لازال يقودها وزير السياحة والآثار المصري دكتور خالد العناني، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم ومسألة المشاهدين. يعني مش عارف أقول لك إيه، يعني حاجة مذهلة رائعة عظيمة تفوق أي توقع بصراحة. شكرا. أنا اللي بشكر زميلاتي وزملائي اللي اشتغلوا والشركة المصرية المنفذة وجميع المشاركين من طلاب وفنانين وعازفين وأوركسترا ومخرجين، كانت ملحمة جميلة. وطبعا كل الشكر للسيد رئيس الجمهورية اللي تبنى الفعالية واللي شرفها بحضوره، وكان منظر حضاري رائع أن السيد الرئيس بيستقبل ملوك مصر العظماء. كانت رسالة قوية ويهيئ لنجاح هدفنا أن احنا أولا نخش كل بيت في العالم، ثانيا ان احنا ندي الاحساس بالفخر لكل مواطن مصري سواء طفل او عجوز. صحيح صحيح. دكتور خالد، الاسبوع اللي فات كان ليا حظ وشرف ان احنا اتقابلنا وسالت حضرتك على هذا الحدث، قلت لي هتشوف حدث عالمي. قلت لحضرتك بجد؟ قلت لي هتشوف. ولو هتفتكر الحوار بدا ازاي، اني قلت لحضرتك ان انا قريت تعليقات حضرتك انك قلت نستنى ونشوف الحدث وما نهاجمش لو في فنان غير مصري مشارك معانا. ايوه قلت لحضرتك مصر طول عمرها بتحتضن الجميع. صح. والحدث ده مصري، وقلت الناس بتهاجم على حاجه ما شافتهاش قبل كده. مظبوط. وحضرتك شفت بنفسك الحدث كان عامل ازاي. الحدث انا قلت وبلتزم بكلامي اللي قلته لحضرتك واللي قلته لكل الناس، انا هعمل حدث فيه هيبه، فيه فخر لكل مصري، فيه احترام للملوك واسمهم. وده كان هدفي. طبعا احنا رحنا في الشركه مع الشركه في محاولات على مدار شهور طويله، كان كل ما احس بحاجه ان فيها مظاهر لا تليق مع احترام موكب مومياوات كنت بلغيها فورا. وعشان كده ده الاحساس اللي وصل في قلب كل مصري اللي هو الفخر والهيبه، الكلمتين اللي انا كنت مركز عليهم واللي احنا لحد ما نجحنا فيهم الحمد لله. طب دكتور خالد، يعني وانا بكلم هنا بقى وزير مسؤول عن الآثار والسياحة، يعني أنا بنتكلم على حضارة وتاريخ وعظمة وبنتكلم على رافد اقتصادي مهم، هذا الحدث هيعمل إيه على مستوى السياحة أو صناعة السياحة في العالم؟ هو الحدث ضحك شايفه سياحي ولا أثري؟ الاثنين. هو مش عارف أفصلها. ده تجسيد تام لدمج السياحة والآثار. صح. هو حدث أثري حضاري، إن احنا بنحترم أجدادنا، بننقل المومياوات بطريقة علمية سليمة، بيروح قاعة من أروع قاعات العالم لاستقبال المومياوات في أفضل معامل موجودة. ده الشق الأثري. الشق السياحي هو الترويج، هو الحفلة، هو إن احنا رحنا أكثر من 400 كاميرا كانت موجودة، وهتشوف بنفسك بين إعلامي وقناة مصرية ومحلية، إن احنا دخلنا في كل بيت. وأنا واثق ان اي اجنبي حضرتك تعرفه على مدار ال 24 ساعه دي كتب لك وقال لك يا بختكم ببلدكم بحضارتكم، احنا اتفرجنا عليكم. انا ما اعرفش حد ما كلمنيش او بعت لي رسائل او ايميل النهارده من ساعه الايفنت لغايه دلوقتي. هو حدث سياحي اثري. انا يهيأ لي هي من اكبر الحملات اللي مصر عملتها، واكثر مره دخلنا كل بيت في العالم بهذا الانبهار، بإظهار جمال بلدنا بهذه الطريقة وبصورة ذهنية إيجابية بهذه الطريقة. تعتقد يا دكتور أنه الحدث وتنظيمه بهذا الشكل أدى الغرض منه على المستوى العالمي؟ أدى الغرض منه على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي. إحنا ما كناش عاملين حفلة في مسرح، إحنا كنا في الشارع. صح. نمشي عدة كيلومترات و ضيوف كبار موجودين، سفراء العالم كلهم كانوا قاعدين، أعمال فنية راقية جدا، أغاني باللغة المصرية القديمة، أغاني كلها وطنية واحترام لأجدادنا. هو رسائل كتيرة جدا. أنا يهيالي إحنا مفيش بيت في العالم، مفيش حد عنده في السوشيال ميديا سيرة من امبارح بالليل في أي دولة في العالم
الا الفريد اللي حصلت او الموكب الذهبي للملك طاهر امون. فيهيئ لي اعتبر ان احنا الحمد لله نجحنا ان احنا نخش كل بيت العالم. وتاني بقى فيما يخص مصر، انا شرفت ان انا يعني من ناس اعرفها ومن ناس كتير جدا ما اعرفهاش عارف انهم بتقولي منين وبعتوا لي رسائل. في كلمه مشتركه في ال 2003 رسائل اللي جم لي خلال 24 ساعه اللي فاتوا، كلمه فخر. فخر كل واحد مصري كان يحط لي يقول لي فخر براود او فخر، دول الكلمتين المشتركتين في كل الرسائل وحتى في على الانستجرام بتاعي على تويتر، هي الكلمتين دول. وده اللي احنا كنا عاوزينه، وده كان هدفي لما قالوا ازاي وما تعملوش حاجه مصريه ولا منكم. قلت لكم استنوا بس ما تستعجلوش، هنعمل حاجه محترمه وهتوري الناس ان في هبه. ليه؟ الموقف ده اصلا حضرتك المومياوات دي اصلا احنا بننقل المومياوات كل يوم، بننقل من متحف لمتحف ومن مخزن لمتحف. ان احنا نوقف دول وان احنا نطور القاهره ونطور مجرى العيون ونطور عين السيره ونعمل كباري قدام متحف الحضاره ونعمل قاعه من اجمل قاعات العالم بتاعت متحف الحضاره بتاعت امبارح. صحيح. عشان في الاخر نعمل حدث غير لائق يبقى احنا مش عارفين نشتغل. بالعكس الحدث لائق. وبوعد حضرتك المتحف المصري الكبير، انا من ضمن الاصوات وكان ده حواري الجانبي مع حضرتك من كام يوم لما اتقال انتوا ليه ما جبتوش شخصيات عالميه تمشي في الموكب و و و. الشركة الدعاية والإعلان أنا على طول طبعا فكرت في شخصيات مصرية مشهورة عالميا. قالوا لي حضرتك عندك افتح المتحف المصري الكبير بعد كام شهر. اللي هتجيبه دلوقتي مش هتجيبه في المتحف الكبير. أنت في المومياوات عندك بطل اسمه رمسيس وبطل اسمه تحتمس الثالث وبطل اسمها حتشبسوت. هم دول اللي هيخشوا كله بيت في العالم. دول اللي العالم كله يعرفهم ومش هي يعني ليس لهم نظراء. العب بالبطل بتاعك اللي بيميزك في الحفله دي وهو المومياوات. حلو. فالحفله الثانيه بقى المتحف الكبير. ايوه. هنا بقى بنتكلم في حاجه ثانيه خالص ان شاء الله. انا عملت اكثر من 15 20 اجتماع على حفله المتحف الكبير وعلى حمله الدعايه للمتحف الكبير، ولكن احنا طبعا مرتبطين باعلان التاريخ. اي شركه بتيجي تتكلم معاها تقول لك انت هتفتح امتى؟ طب هتفتح صيف ولا شتاء اصلا؟ يعني الحفله دي عايزها في الهواء ولا عايزها مقفوله؟ فطبعا الكوفيد لخبطت لنا كل حساباتنا. ولكن احنا دلوقتي في المتحف الكبير عندنا شقين. شق ان احنا بنخلصه هندسيا واثريا، وبقول لحضرتك دلوقتي ان من 167 بتوع طه خامون 50 فرشوا خلاص، فرشوا بالاثار. فاحنا ان شاء الله خلال الاشهر نخلص المتحف المصري الكبير. الشق الثاني بتاع الحمله احنا كنا جايبين ثلاث شركات اجنبيه وتم الاختيار من ضمن 22 شركه واخترنا ثلاث شركات اجنبيه. ولكن ما اكذبش على حضرتك بعد ما لقيت ان شركه مصريه قدرت تعمل اللي احنا شفناه امبارح فبصراحه بعيد الثبات. ايوه كده انا بسقف. دكتور خالد يعني اسمح لي اقول هو حضرتك مش هتنام ليه بقى؟ لانه بعد اللي شفناه امبارح احنا بقى في عندنا بنش مارك، فما بقيناش ينفع نستقبل ولا نشوف ولا نتوقع اقل من كده. هتعملوا ايه في المتحف المصري الكبير؟ لا ده اقول لحضرتك يعني ما ده بقى الواحد عمله في نفسه. وهتعملوا ايه في طريق كباش في الاقصر؟ وهتعملوا ايه لما تنقلوا قناع توت عنخ امون؟ ايوه. من المتحف التحرير للمتحف الكبير. يا دين النبي. طبعا طبعا عندنا حاجات كبيره قوي. ومش كده كمان، انا النهارده المستثمرين السياحيين تواصلوا معايا عشان يعني بيهنوني على الحدث. لهم بقول لكم ايه انتوا ما غيرتوش بقى من الاثار؟ قالوا يعني ايه؟ قالوا عايزين نعمل حاجه في البحر. أوكي. تعالوا نعمل مع بعض حفله ضخمه على البحر، مهرجان سياحه بقى. الناس سياحه بقى صرفه بحر. شواطئ، رياضات بحريه، غوص، جبال. وهنعمل اجتماع قريب ونناقش الموضوع ده. لكن طبعا الناس دلوقتي مش هتتقبل من الوزاره اي فعاليه نص نص تاني. استحيل. ومش هينفع. فطبعا احنا صعبناها على نفسنا. ولكن امبارح تاني انا لغايه الحفله ما خلصت انا خارج انا حافظ ملي ملي في الحفله. يعني الفيلم ده انا كاتبه بخط ايدي مع الشركه مع خالد بن نبوي مع كل الناس يعني احنا عايشين الحاجات دي. مش ما كنتش بتفرج الله حلو الفيلم، لا ده الترجمه بالفيلم بالموسيقى اللي غيرناها عده مرات باللقطات بترتيب عرض الاثار بالفيلم بتاع حسين فهمي اللي كان موجود
قبليها بكلمات مراجعه، كل ده عشان احنا وزاره السياحه والاثار ما ينفعش نغلط في الاثار. صح. اللغه المصريه القديمه اللي اتغنت بالاوركسترا الرائعه اللي لعبت، الاغاني كلها، فلا الحق يعني دي خدت مننا مجهود جامد جدا جدا. لكن بطمن حضرتك ان احنا شغالين اوريدي على حفله المتحف المصري الكبير، الخطوط العريضه للحفله عندنا متخيلين هتبدا فين وتخلص فين، الحمله الدعائيه متخيلين ايه الحاجات اللي هنلعب بيها او الالفاظ اللي هي بتميز المتحف الكبير عن غيره عشان تبقى الحمله ناجحه ان شاء الله. المتحف الكبير العالم كله مستنيه، فان شاء الله حملته بالنسبه لنا تكون يعني تكمل حاجه اوريدي احنا كسبانين فيها شوط، لان هو الواحد متروج له والناس كلها مستنياه. ويهيأ لي بعد اللي حصل امبارح الناس كلها نفسها تروح مصر. انا كل السفره اللي كانوا موجودين امبارح من اكثر من 20 دوله كلهم بيقولوا لي النهارده، كل مواطنين بيقولوا لنا عاوزين نيجي، عايزين نيجي مصر، عايزين نشوف ايه اللي حصل ده، البلد بقت حلوه كده ليه. المنظر كان منظر حضاري بصراحه، منظر يفرح، منظر كان فيه رقي يعني. صح. فعلا. وده اللي كنت مركز فيها شويه، كنت بقول لحضرتك لما قابلتك من كام يوم. أيوه. انا مش هعمل حاجه تهين المصريين وما تخافوش خالص، ومش هعمل حاجه تهين وطنيتنا ولا تهين حضارتنا ولا تهين الكبرياء بتاعنا ابدا. وده اللي انا كنت حريص، الرقي، والكلمه دي بالنسبه لي كانت مهمه قوي. كنت عايز اطلع كل حاجه شيك، العربيه شيك، الموسيقى شيك، اللي بيتكلم، كنت عايز اطلع حاجه حلوه، كنت نفسي اطلع بلدنا حلوه. والحمد لله يعني ده اللي قدرنا عليه، ويا رب يكون وفقنا. أنا 46 سنة في البلد دي ما شفتش كده بصراحة، بأمانة شديدة، بأمانة شديدة. أنا عايز أشكرك، أشكر كل بني آدم اشتغل في أي تفصيلة موجودة في هذا الحدث. أشكرك جدا يا دكتور خالد، ونشوفك دايما على خير. وأنا أنصحك تنام ساعتين ثلاثة لأنه بعدهم مش هتعرف تنام تاني. حضرتك عارف أنا فين دلوقتي؟ فين؟ أنا النهاردة الصبح كنت مع فخامة رئيس الجمهورية، استقبلنا أنا مدير عام اليونسكو. مدير عام اليونسكو، أنا عارف، شفت التقرير. بعد كده خدنا الطياره رحنا اسكندريه. ايوه. لفينا في اثار اسكندريه كلها. هتعملوا ايه؟ خلصنا خلاص، احنا زرنا الاثار كلها في اسكندريه، مجموعه كبيره من الاثار. ماشي. ودلوقتي انا بكلم حضرتك، انا في اسوان، انا وهي دلوقتي. ايه ده؟ في محافظه اسوان. عشان نيجي اسوان عشان نستثمر زيارتها اللي شوف التعاون مع اليونسكو والترويج السياحي، وان احنا نزور كل الاماكن. فاحنا شرفنا انا وهي النهارده ان احنا رحنا ثلاث محافظات في بلدنا الجميله. اقنعها يا دكتور بالكلام اللي كنا بنتكلم فيه الاسبوع اللي فات، عاوزين اليونسكو تبقى ايدها معانا جامد في الفتره الجايه. اللقاء النهارده لما السيد الرئيس استقبلها كان لقاء مثمر جدا، وهي اشادت باللي الدوله بتعمله. لان طبعا الفيلم بتاع امبارح ده كان فيه رسائل كتيره جدا. يوه، ده كفايه مشهد المسله. فيلم حلو، ترتيب حلو، بيوري مصر ازاي اهتمت بحضارتها كلها، بكل حقبها، بكل محافظاتها. فطبعا الفيلم كان كبسوله 12 دقيقه، فيعني هي نفسها اشادت جدا بالفيلم واشادت بالحفله اللي لسه بتقول لي انا عايزه اللقطات، عايزه الفيلم. واحنا دلوقتي شغالين بقى على فيلم تاني بنعمله، بنعمل الميكنج بتاع الحفله. هيبقى يعني حضراتكم الميكنج بتاع الحفله. ده انا قلت فيلم تاني هيبقى غير خالد النبوي بين قوسين رام. ف لا، هنعمل فيلم عن ازاي الفيلم ده تم الاعداد، الحفله دي خرجت ازاي. هنوري بروفاتنا واحنا شغالين ان شاء الله، هنوري الناس دي تعبت ازاي عشان تشتغل، وبوجه لهم كل التحيه، وبوجه التحيه لكل طفل وكل شاب وكل طالب وكل فنان وكل فني وكل عامل وكل اثري وكل مرمم وكل فنان شارك في الحدث. احنا عايزين نشكرك ونشكر كل الناس اللي حضرتك ذكرتهم وكل من لا يسعنا ان احنا نقول اسمه حتى جوه الحلقه. حقيقي كانت حاجه تفرح، فخر زي ما حضرتك قلت، وزي ما كنت انا بقول دايما حتى مع كل اصدقائي، احنا البنش مارك بتاعنا بقى في السماء، فشدوا حيلكم بقى وربنا يقويكم. والله انا حامل اعمل اي ايفنتات تاني، حامل هم الناس هتقارن على طول. ايوه، ربنا يقدرنا يا رب. شيلوا هم واحد زي حالاتي طول الوقت قاعد بينتقد بس. لا بالعكس، حضرتك كنت يعني من الناس اللي انا فرحان فرحه يعني مش متخيل، بتروج للفعاليه قبل ما تحصل. يعني انا شكرت حضرتك عشان كده يعني. لا يا فندم، ربنا يخليك وربنا يوفقكم دايما، وان شاء الله مما هو افضل الى ما هو افضل منه، مش عارف هنروح فين بعد كده. اشكرك جدا يا دكتور. يا رب. الف شكر يا فندم. تحياتي لحضرتك. كل الشكر ليك. معايا الوزير دكتور خالد العناني، وزير السياحه والاثار. انا كنت بقول لكم في فاصل، عايزين في الفاصل اللي جاي ده هيبقى في معانا زي ما كنت المشهد النسائي ده
دائما مسيطر على مصر، ومش عارف ازاي الستات بيطالبوا بحقوق في مصر، والله العظيم بدون مبالغة ودون اي شكل من اشكال ابتذال المصطلح، هو الرجالة محتاجة حقوق في البلد دي خلاص. يعني رضوى البحيري وتقى علي عبد الرحيم هيكونوا موجودين معانا، بعد كده يبقى موجود معانا أميرة سليم. لا، الستات واخدين حقه ولا ايه؟ فاصل ونكمل الكلام. والله بصوا، تعالوا نتكلم جد حبتين. المصريين بيحبوا الفن؟ يقدروه؟ بيفهموا فيه؟ يميزون بين الغيث والقبيح، او الغيث والطي، الجيد والسيء؟ بس ديولهم مظبوط. ادي كل القصه، دي كل الحدوته. تقى علي عبد الرحيم ورضوى البحيري منورنا، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. انتوا عملتوا قلبان من امبارح صح؟ يعني بيقولوا اللي شفناه. عملتوا قلبان الى اي حد؟ يعني وصلتي لحد فين؟ حسيتي امتى انه الدنيا مقلوبه؟ الدنيا اتقلبت وانا في، يعني اول ما خلصنا الحفله وطلعنا الاتوبيس عرفنا نمسك التليفونات. حلو. فتحت التليفون. اكتشفت انا قاعده بقى في حالي وخلاص بقى الحفله خلصت ومش قادره اخد نفسي، ففوجئت بان الملكة 23. الملكة 23 ده لقب السوشيال ميديا وحفيدة حتشبسوت، ده بقى الألقاب الجديدة اللي كملنا في الحدود. مين انتوا تتكلموا عن مين؟ انا مش مصدقة مين. يعني انا طول عمري بعزف في وسط المجموعة، مع اول مرة تحصل بقى له اظهر اهو الآلة اسمها ايه؟ تمبني. تمبني. ليس تسفيها، انا مش عارف، انا كل اللي اعرفه انه هذا قرع للطبول. هي فعليا ده اسمها الحقيقي. طبول. لكن دي تحديدا اسمها تمبني. التمبني تطورت بقى لحد ما وصلت للتمبني ده. طيب تقى انت اسمها ايه برضو اللي انا ما اعرفوش؟ هو انا اعرف اسمها دف. هو ده دف، بس انا يعني عايزه بس اوضح حاجه للناس. انا مش عازفه دف بس، انا عازفه ايقاع. يعني احنا كلنا بنعزف إيقاع. كل الالات دي يعني في الكونسرفاتوار بنخش قسم الات الايقاع. القسم ده فيه الات كتير قوي 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 قوي. فاحنا كلنا بنعرف نعزف كل حاجه، يعني أوكي. كلنا بنعرف بنتعلم كل الالات. بتلعبوا ايقاع؟ الات ايقاع باي اشكال ايا كان. هو ايه؟ حلو جدا. طيب انا عايز الاول هسال على الجمله اللي انا قلتها في الاول، هي مساله انه كتير جدا يقول لك الفن في مصر مش مقدر، المصريين ما بيحبوش الفنون الراقيه، ما بيقدروش يميزوا المزيكا الحلوه، الناس بتروح لاذواق منحدره الى اخره. بعد امبارح رايك ايه؟ رايي ان الناس لما يعني اتحطت في موقف انها تسمع مزيكا، طبعا يعني هشام نزيه كاتب مزيكا يعني عالمية بجد وحقيقي، هي أنا معرفش إزاي بس هي وصلت لقلوب الناس بشكل وخلتهم يعني يتذوقوا النوع ده من الموسيقى. أوركسترا في إطار يعني أوركسترا كلاسيكي بيلعب المزيكا دي، فيعني لا، ردود الفعل من الناس بصراحة وصل لهم ال 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 يعني الناس، لا الناس بتسمع وبتتذوق و بترتقي الحتت. هما نفسهم اكيد ما كانوش عارفين ان هما ممكن لو جربوا يسمعوا ده هيعجبهم اصلا. ما كانوش مستوعبين بس اتقدمت لهم الحاجه اللي عن طريقها هما ممكن يتعرضوا ان هما يبتدوا بقى يسمعوا الانواع دي من المزيكا، الموسيقى الكلاسيكيه. فلدرجه ان في ناس ابتدت انها تخش تسال، هو احنا يا جماعه هي المزيكا دي بتتلعب فين في مصر؟ الموسيقى الكلاسيك يا جماعه، في الاوبرا، في اوركسترا الاوبرا، في اوركسترا القاهره السيمفوني، في الاوبرا حفلات طول الوقت طول السنه. لا يعني تعالوا اسمعوا، تعالوا اسمعونا. اعتقد ان دكتور مجدي صبر مش هيلحق على الحجوزات بعد كده في
في الحفلات. رأيك إيه لما شفتي رد الفعل ده وردود الأفعال اللي جات لك؟ جات من ناس متذوقي موسيقى وفنون ولا جات لك بشكل عام من ناس كتير؟ لا، هو أنا كان الموضوع غريب جدا، الناس كلها تعرفني ما تعرفنيش، متذوقة للفن مش متذوقة للفن. البنت دي شدتنا، البنت دي قاعدة صرامة، الحدية في العزف، شخصيتها قوية. عايزة أقولهم يعني أنا ده شغلي، أنا بعمل أنا كده لازم. بقى سنين أنا بعمل كده، أنا تعبت قوي علشان أوصل للمكان اللي أنا فيه ده. فيعني الحمد لله أنه عرف يعني عرفت أوصله ليكوا في الوقت ده، وتقدم بشكل حلو علشان خاطر أنتوا تعرفوا توصلوا له وتسمعوه وتيجوا تشوفونا في الأوبرا إحنا بنقدمه. حاسة أنه الناس هتبدأ تقبل، أو يعني مش هقول طبعا كل الناس ولا كله مرة واحدة، ولا فجأة هنلاقي يعني الجماهير والجحافل داخلة على المسارح ودور الأوبرا اللي موجودة في مصر، سواء إذا كان القاهرة، اسكندرية، دمنهور، لكن أكيد هيحصل إقبال. تظني ذلك؟ إقبال أكتر من اللي قبل كده؟ الناس عايزة تعرف اللي شافوه ده فين. الناس استطعمت الحلاوة. صح؟ تقديمه كان حلو، تقديمه الموكب، الحدث مهيب كبير، مش سهل. ملوك وملكات مصر، حاجات طول عمرنا بنسمع عنها، انما ان احنا نشوفها قدام عينينا بتحصل مع تقديمة الموسيقى بالشكل ده، دي كانت حاجة مهمة قوي بالنسبة لنا، يعني ظهرتنا اكتر. امتى تم اختيارك انك تلعبي في الحفلة؟ هو انا موجوده مع مايسترو نادر عباسي في الاوركسترا اللي هي اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني من ساعه ما بدات، من يمكن 4 سنين او حاجه. فانا كنت حقيقه محظوظه يعني ان انا اكون عضوه في الاوركسترا دي، فمن ساعتها واحنا بنعمل حفلات، فلغايه ما وصلنا بقى ان احنا يعني يبقى عندنا الحفله العظيمه الجميله دي. بس عملتوا كام بروف؟ لا كتير قوي، من شهر 12 احنا بادئين بروفات. من شهر 12 انتوا بتعملوا بروفات؟ من شهر 12 2020 عملنا بروفات في شهر 12، وبعدين وقفنا فتره بسبب التجهيزات والكورونا وعطلت الدنيا وكده، وبعدين ابتدينا نعمل بروفات تاني تقريبا قبل الحفله امبارح، يعني متهيألي ب10 ايام يعني يومين يوم اجازه، لان احنا كان عندنا اوردر تاني، حفله تانيه مع مايسترو نادر عباسي برده، حفله سيده ماجده الرومي في قصر القبه. ايوه دي كانت يوم الجمعه، وحفله نقل الموميات كانت يوم السبت، فالبروفات الاثنين كانوا داخلين في بعض. يعني كنا بنعمل بروفات بتاعت حفله ماجده من 6 ل 9، وبروفات المتحف من الساعه 12 بالليل ل 3 الفجر. ده مرهق يا رادوس. مرهق جدا. الى اي مدى؟ اكتر مرهق اقصى مرهق. مدى انا كنت بنام بقى في البروفه الثانيه دي. يعني بتقولي كده على الهوا؟ كلنا. لا هي مش لوحدها كلنا كنا تعبانين جدا. لا طبعا كنا بنبقى تعبانين، بس طبعا الطاقه اللي احنا شغالين بيها، وطبعا بصراحه يعني حقيقه الحق يتقال، يعني مايسترو نادر بصراحه كان يعني مخلي الوقت يعدي بسهوله، لان هو عارف كويس قد ايه العازفين مرهقين جدا، خصوصا ان احنا يعني مش بنلعب البروفه السهله الصعبه وبعد كده السهله، احنا بنلعب البروفه السهله وبعد كده البروفه الصعبه. بروفة الموميا يعني ايه بقى بروفة سهلة وبروفة صعبة؟ هقول لحضرتك. جاوبي بقى. هقول لحضرتك. الشغل الموسيقي اللي مع المزيكا بتاعت او الاغاني بتاعت ماجدة الرومي مش بنفس الصعوبة، بتبقى حاجات لايت يعني شوية. موسيقى حلوة، بنحب نقعد بالزبط. نسمع اغاني ماجدة ونعزف الاغاني الجميلة دي. بالظبط. انما بقى كلاسيك حفلة بتاعت امبارح وانشودة الموت ومش حفلة بالتقل ده، لا تقيلة جدا 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 كموسيقى، يعني عزف اوركسترا لينا احنا كموسيقى. هشام نزيه كان بيحضر معاكم البروفات؟ كل البروفات. هشام صعب صح؟ لا خالص، هو كان المايسترو نادر مش مدي فرصة لأي حد فينا يغلط. المايسترو نادر أصلا صعب؟ لا هو جد في شغله. اصل انا عارف هشام من الناس الدقيقه جدا واللي بيخاف على شغله. ده فعلا حصل بقى معايا، لان كان في عندي اجزاء حاجات يعني حاجات في الموسيقى جامده جدا جوه الكتابه، حاجات ممكن تبقى مربوطه في بعضها، يعني المفروض التريمالو افضل مكمله شويه. تريمالو اللي هو انا كنت بقفل الصوت اللي بتلعبه عالي قوي. القفله دي ده تريمالو. ده التريمالو. كان حاجات بتبقى عندي تاخد وقت كبير، انا كنت ممكن بقطعها. لا
خدي بالك عشان طب ده مكتوب في النوت غلط، انا ممكن اصلح الاخطاء اللي انتوا عايزينها دي، فكان لا خدي بالك عشان عندك في الحته دي كذا، خدي بالك عشان عندك في الحته دي كذا، كل ده بقى مر بيه في البروفات من شهر 12 لحد ما وصلنا بقى الحفله امبارح. اللي بيسموها ايه بروفا فينال صح؟ دي بتبقى امتى بقى؟ يوم الحفله الصبح مثلا ولا البروفا الفينال بالنسبه لنا احنا؟ لا طبعا احنا كان عندنا مشكله، لان احنا وقت البروفا، البروفات اللي هي الجنرال اللي كانت في المتحف اللي هتتحرك مع الموكب، دول كانوا تقريبا اخر بروفتين او اخر ثلاث بروفات، كان لازم البروفا تبقى من 12 بالليل لثلاثة الصبح، لان هما ما كانش عندهم فرصه يقفلوا التحرير او الطريق اللي هيمشي فيه الموكب، لان احنا بنعمل بروفا مع الموكب وهو بيتحرك، الحدث كله كانه بيحصل. أيوه. بيعملوه، فعشان يعملوه لازم التحرير يتقفل او الطريق ده كله يتقفل واللي حواليه طبعا، فهما مش هيقدروا يعملوا كده غير من وقت مثلا 12 بالليل او 1 بالليل لغايه 4 الفجر مثلا. بتعمل لازم بالتزامن. بالظبط بالظبط. يعني المزيكا اللي احنا كنا بنعزفها كانت وصلهم في التحرير. فطبعا دي حاجه حدوته دي لوحدها طبعا. كنتوا تتصوروا رد الفعل ده؟ هو الحدث يعني على بالكم؟ هو الحدث كبير، بس انا ما تصورتش انه هيبقى هيوصل عالميا الموضوع كده، يعني وجود الرئيس السيسي مع الموكب اللي ماشي، الحاجات دي يعني حاجه جوه بلدنا. انما عالميا كده كان الموضوع كبير. كنتوا تتصوروا ردود الافعال على المستوى المحيط بيكوا؟ يعني الواحد ممكن يبقى بيعمل حاجه ومتخيل ان هو تمام الحمد لله، انا عارف ان عامل حاجه كويسه وحاجه كبيره، بس انه يحصل كثافه مشاهده بهذا القدر للناس او من الناس في التلفزيونات، واكيد جالكم عشرات الرسائل صح؟ كنتوا متخيلين ده هيحصل؟ مئات الرسائل. مئات او الالاف. كنتوا متخيلين ده هيحصل؟ لا انا ولا هي كنا متوقعين اي حاجه، ما تخيلتش انه هيوصل كده قوي، مش متصورين ده. لما حصل حسيته بايه بقى؟ هو انا كنت مخضوضه بس في الاول، يعني كنت بقول لا هو انا اكيد هنام واصحى، ده لو جالي نوم هنام واصحى الاقي الموضوع ده يعني حلم او حاجه كده هتروح بكره، يعني بس ده التعب بتاع اليوم. بس الحقيقه لا، ردود فعل الناس وان الناس اصلا مركزه مع العازفين والعازفات اعضاء الاوركسترا يعني. لا طبعا دي حاجه بالنسبه لنا كانت مفاجاه كبيره جدا جدا، وما حدش فينا كان متوقع ده خالص. طب في رايك ليه يعني الناس تقول ايه الله الموسيقى حلوه والحد كده ستوب، لكن انه يحصل زي ما بتقولتوا يتم التركيز مع العازفين والعازفات ويتكتب عليكم في السوشيال ميديا ويتلقط لكم صور وتتخذ حاجات ستيل من الفيديوز وهكذا، ليه؟ بتهيألي الطريقه اللي تقدم بيها بشكل محترم جدا هو ده اللي خلى الترند عالي قوي، او الدنيا ظبطت معانا يعني بصراحه. في النهاية الكل خرج كسبان بصراحة. أنا عايز أشكركم، نورتونا وشرفتونا، شرفتونا مش بس النهاردة وشرفتونا امبارح قوي 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 قوي، برافو عليكم. يسلم حسكم وفنكم إذا صح الكلام، ولما تجيلكم عقود احتراف في فرق أوركسترا أكيد هيحصل، وطبعا هيجيلكم عقود في أمريكا وفي فيينا وحاجات زي كده، خليكم معنا يعني مش هتخسروا حاجة. أنا أعتقد أن احنا طالعين في حتة حلوة حبتين. كل الشكر ليكم، وأستأذنكم نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل مع السوبرانو العالمية أميرة سليم، لو سمحتوا استنونا.
كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة أكتر مما ينبغي الحقيقة. يعني خلوني أرحب جدا 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 بالسوبرانو والعالمية أميرة سليم، منورانا. إزيك؟ تمام. نمت ساعتين بس. نمت ساعتين بس. نمت ساعتين بس. ليه نمت ساعتين بس؟ لا، حدث زي ده طبعا الواحد بيعيش حالة ابتديناها أصلا بقالنا شهور، بس هي ابتديناها بقالنا كام يوم كده، والواحد عايش فيها ومستمر فيها لغاية النهاردة دلوقتي. أنا حاسة أنا لسه على المسرح. طبعا أكتر حاجة تؤرق حد بيغني أنه ينام قليل. لا، ده استحالة. قلة النوم دي. لا 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 طبعا مشكلة. أنا عارفة أن أنا مش هغني النهاردة، فكنت بقى إيه أخذ راحتي شوية. أيوة. بس يعني كان استحالة أن أنا أنام، عشان طبعا كنت قاعدة بعيد وزيد في اللي عملته، وبفكر يعني كان هل كان كفاية، كان حلو، في حاجات كنت ممكن أعملها، يعني الأفكار دي اللي هي دايما بيعيشها الفنان. وطبعا حالة من حالات اللي يعني السعادة الغامرة، عشان في رسائل كتير جات لي ومن كل حتة في العالم وفي مصر ومن أهل بلدي، يعني ففي حالة كده، في حالة سعادة، فدي ما فيهاش نوم. طبيعة الرسائل أو مجملها أو أكتر حاجة لفتت نظرك فيها كان إيه؟ أكتر حاجة لفتت نظري هي أكتر في أهل بلدي، يعني أنا جالي رسائل من العالم كله، من مدن يعني ومن دول أوروبية، فرنسويين، أمريكان، إنجليز، يعني جالي بعض الرسائل كتيرة من الأصدقاء، لكن أهل بلدي صراحة يعني فوجئت، لأنه في طبعا أصدقاء الفنانين، الموسيقيين، الزملاء، لكن في كمان الناس اللي أنا شفتهم على تويتر، انستغرام، على كل السوشيال ميديا الرهيبه دي، وكلهم معظمهم او كتير منهم ماجوريتي ما سمعوش قوي اوبرا او كلاسيكال ميوزك. هو ده اللي انا بالنسبه لي كان عامل لي اكسايتمنت، وكنت سعيده جدا بان انا بشوف الكومنتات دي، عشان ده بيثبت انه اللي انا كنت دايما بقوله صراحه في انترفيوهات كتير، انه الشعب المصري يستحق فرصه ان هو يتذوق الفن الرفيع، لما بنديله الفرصة ان هو يشوف فن بيحترمه وبيقدم بطريقة فيها ضمير وحقيقية ومعمول بمجهود رائع، زي ما احنا شفنا مع كل زملائي اللي مش عاوزة انسى اسم، يعني كلهم من المغنيين، طبعا القادر اوركسترا ندى العباسي، لهشام نزيه الرائع، لكل عازف عازف الرباب، يعني ما فيش حد اجتهد وقدمنا حاجة مش متعود عليها الشعب المصري، لكن متقدمة ومتفكرة فعلا وبضمير كمان. ففوجئت ان انا اشوف ده، بس ما فوجئتش قوي برضو، عشان انا كنت متأكدة ان الشعب المصري ما بشوف حاجة فيها احساس حقيقي، فيها رسالة حقيقية، والشعب المصري حساس، يعني عنده مشاعر جياشة دايما أوي. فلما يحس بده، يحس ان في مشاعر دي، على طول بيتجاوب، فما يتقالش بقى دي مش ثقافتنا، الفن الأوبرا ده ايه، لا خالص خالص، ده كان مزيج على فكرة، يعني في فن أوبرا، في أوبرا، لكن انا بعتقد انه المقطع اللي انا غنيته هو الأقرب للهوية المصرية القديمة، لان هشام نزيه نجح باللحن اللي هو ألفه ده، إن هو يقترب من معابد الفرعونية القديمة والروح والحالة اللي كان بيبقى فيها الفراعنة، من تقديس ما، من في حالة كده بيعيشوها، طبعا هو ابتهالات للآلهة إيزيس طبعا، لكن هو نجح بألحانه وبطريقة كتابته، إن هو نحس إن في ايدنتيتي، في هوية مصرية في اللحن وفي طريقة الأداء مع الكورال ومع الأوركسترا ومعايا. يعني كنا بنتكلم انا وزمايلي قبل الحلقه على طول، انه انا اعرف هشام كويس، وعارف مدى دقه هشام ومدى اهتمامه بشغله وحبه ليه لدرجه الهوس، اللي هو انا بحب حاجتي فمحدش يبوظها تحت اي ظرف من الظروف وكلام من ده. فلكن كنا بنتكلم على انه هو استحاله حد يطلع المزيكا بالشكل ده ما قراش وعاش وتعمق، وده مثلا في متون الأهرام، لأنه دي حالة رهيبة جدا أنك تطلع الموسيقى بالشكل ده. لكن سؤالي هو إزاي، أو مش إزاي، هو إيه إحساسك لما يبقى الغنى بتاع الأوبرا لمدة معينة، بالرغم أنه ما هياش طويلة، احنا بنتكلمش على أيام ولا سنين، احنا بنتكلم على دقايق، تتحول إلى بوب آرت فجأة
الناس تسمع الأوبرا وتستمتع. دي حاجة غريبة جدا. وصراحة المقطوعة دي أنا بحس إن فيها نوع من أنواع العبقرية من هشام نزيه، لأنه هو عمل ميكس، هو في خليط ما من الغناء الأوبرالي شوية، لكن في خليط تاني من الغناء شوية اللي هو فيه حتة غجرية أو حتة متوحشة شوية، اللي هي بتقترب للمغنيين اللي كانوا بيغنوا في المعابد زمان، اللي هم كانوا بيستخدموا أصوات ممكن تكون واطية شوية كمان، مش بس عالية أو أوبرالية وفيها حتة كده متوحشة شوية. فبحس إن الـ 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 الطريقة اللي هو كون بيها القطعة دي يعني أو جنائزية. طيب هي مش جنائزية، هي I think إن هي فيها حتة عظمة، تعظيم ما للآلهة إيزيس طبعا، تقديس وتقديس تقديس. آه بالضبط بالضبط. فهو كان أعتقد يعني عنده يعني هو متأثر جدا بالهوية المصرية كمان. هو عبقري من الإيه بصراحة، عبقري من الإيه. طيب بالتأكيد علشان يبقى فيه لحن عبقري لازم اللي هيغني عليه بجد ودون مبالغة لازم يكون عبقري، لأنه استحالة هتدلنا الإحساس ده من غير عبقرية. يعني ما هو الفن مش كده، الفن مش مجرد صوت. لا لا لا، عبقرية إيه؟ لا ده هو كله بالإحساس والغريزة أعتقد، التلقائية والإحساس الحقيقي. يعني هدفي أنا إني أكون حقيقية قبل ما أكون عبقرية، أو إني أكون perfect أو مثالية في شغلي. يعني طبعا أكيد ببحث عن المثالية بطريقة جنونية، عشان كده ما بنامش لو مثلا حاسة إنه في حاجة مش مزبطة، لكن أعتقد إنه الإحساس الحقيقي هو أهم شيء للفنان يوصله. فما فيش مش العبقرية. لا طبعا مبدئيا انا يعني حتى قبل ما اعرف معنى القصيده والنص ده، الانشوده الفرعونيه دي، انا كنت متاثره بالايقاع اللغه. طبعا احنا الاول طبعا بحثنا في ايه الاصوات اللي ممكن يكون اجدادنا الفراعنه كانوا بيستخدموها، وطبعا في كلام فيها يعني مش كل متفق على كل حاجه، لكن حاولنا نقترب يعني بقدر الامكان على القريب من النطق اللي كانوا بيستخدموه. فطبعا ده بحث حاولنا نعمله واشتغلنا فيه كتير. وانا هقول لك حاجه بس ما تزعلش مني، انتوا عاملين الغنى بتاعي باك جراوند صح؟ اه ده بقى لخمني جدا. انا بتاع اكون حقيقيه بحسيتي. نزلوا الصوت يا جماعه. ثانك يو. عندي انا اوكي معلش، انا حقيقيه في كل حاجه وده كويس، احنا مش ضد ده على الاطلاق. احنا يمكن من كتر ما احنا فعلا سعده ومبسوطين مش عايزين نبطل يعني، عايزين نفضل سامعين. انا اسعد بس ده مخليني افكر انا كنت بعمل ايه، يعني دقه في الحاجات اللي بعملها. اللي هو مخك شغال في اداءك. ده طبعا طبعا. طبعا طبعا. لكن انا زي ما بقول كنت حاسه باللغه وحاسه ان انا قريبه منها، لانه النطق وطريقه النطق وايقاع اللغه قريب جدا من المصريه، اللغه العاميه المصريه بتاعتنا الايقاع. طبعا في حنوت امينيت دوائر الايه الحاجات في بعض الاصوات قريبه جدا من المصريه العاميه، واحنا عارفين ان في كلمات كتيره بنقولها في المصريه العاميه كانت من اللغه الهيروغليفيه المصريه. وانا مره اكتشفت، مش انا اكتشافي يعني، لكن قريت وحاورت شخص عظيم ومسؤول عن هذا الموضوع، قال لي انه اللغه العربيه الفصحى فيها 20,000 مفرده من المصريه القديمه، فاحنا اباء اللغه العربيه الفصحى بالاساس. شفت. طيب هنرجع للكلام، هو كان معناه ايه؟ قالوا لي انك عرفت معناه صح؟ حاولت يعني، قعدنا مع دكتور احمد بدران في التليفون فقال لي الشكل العام هو تقديس لإيزيس. هو طبعا في صعوبه دايما ان المعنى يبقى يعني اكيد، لانه كتير من الاوقات بيبقى الكلمه ليها كذا معنى في الهيروغليفيه، يعني مش سهل ان يبقى واضح، لكن احنا قدرنا نوصل للمعنى تقريبا العام. مبدئيا هو نص
انشوده فرعونيه ابتهالات للالهه ايزيس، وهو نص موجود على جدران معبد ايزيس في الاقصر دير شليوت، بما يعني معروف بمعبد دير شليوت، وهو بي بي يعني بيمجد في عظمه ايزيس سيده الجبل الغربي العظيمه اللي بتقدم الخيرات لمصر العليا والسفلى، وملك مصر العليا والسفلى، يعني فيها تعظيم لإيزيس، واعتقد ان هي بالذات كمان ابتهالات للإلهة إيزيس اللي هي بتحمي، يعني في حمايه للارض، ارضها اللي هي مصر. انا خدت بالي ان الاداء يعني مش بس احنا بنغني أو بنرنم، هو في أداء، يعني بصيتي للسماء وبدأتي تتكلمي وحاجات زي كده، فهنا على طول بيجي على بالي أنه هو ده جزء، أظن أنا مش هفتي بس أظن جزء منه، أنه أنا بتاعت أوبرا وأنا بنت فؤاد سليم وبنت مارسيل ماتا، يعني في تركيبة كده صح؟ ولا أنا غلطان؟ هي الحالة اللي أنا دخلت فيها هي في الأصل أنا بنت الفراعنة قبل أي شيء، لأني بعتز بده جدا، وإنه كان حلم من أحلامي أني أغني باللغة المصرية القديمة من قبل الحدث ده، يعني ده كان بالنسبة لي حلم، وكنت بفكر وكنت بحثت في أشعار، إحنا عندنا أشعار جميلة جدا، أشعار حب وجمال كده مليئة، كنت بحثت فيها كتير في فترة من فترات، وبعدين جت يعني جاء الحدث ده، فأنا بالنسبة لي أنا حققت حلم. فأنا بالنسبة لي اولا كنت عايشه في حاله بنت الفراعنه، بنت اجدادنا الفراعنه، وكان فكرتي ان انا اتواصل نوعا ما معاهم واوصل في حاله حقيقيه معاهم. طبعا بنت احمد فؤاد سليم ده واحد من اروع تشكيليين مصر، واحد من اعظمهم. طبعا يعني هو من الفراعنه اللي اثروا فيا. صحيح. كنت بشوفه حتى كشكل، يعني عنده حتة مصرية قديمة كده في شكله، لكن هو طبعا من الناس اللي أثرت عليا تأثير رهيب، لأنه الفن التشكيلي عامل كده زي الموسيقى، مليان ألوان وأشكال وهندسة وتنويعات، وفي فرشة الواحد بيستخدمها، نفس فكرة الغناء والموسيقى يعني، فهو طبعا أثر عليا جدا. اما والدتي طبعا فهي لعبه الموسيقى كلها. يعني مارسيل ماتا هي طبعا استاذ البيانو وعازف البيانو طبعاً. من اول استاذه مصريه في معهد الموسيقى يعني اكاديميه الفنون، وهي طبعا يعني ايه ربت فيا الموسيقى كلها، وكيان الموسيقى كله هي اللي اشتغلت عليه من صغري، من 6 سنين ما سابتنيش. علمتني البيانو واسستني، فطبعا انا في البيت ده من صغري ما بين قاعات المعارض والحفلات والمسرح والكواليس والموسيقى والاوركسترا وحتى التمثيل، يعني كان في يعني تنوع كبير شدني. أميرة انت كنت الصوت الرئيسي في اكتر من اوبرا عالمي، ودي حاجة الحقيقة بقدر ما هي مبهرة بقدر ما كمان بالتأكيد بتدعو للإعجاب، لكن أنا مش عارف، مش عايز أفرض عليكي إجابة، حقيقي طعم ده أو طعم الحفلة بتاع امبارح مختلف قد إيه عن الحاجات التانية ليها عالمية والناس دايما بتتكلم عنها وليها جمهورها والتصفيق الحاد والحاجات اللي زي كده؟ أول حاجة إن العمل ده مكتوب مخصوص أصلي لهذا الحدث، يعني مش مثلا شيء اتكرر، وان أوبرات زي ما عارف أكيد في كاستات، في كاست، في كذا حد ممكن يغنيه على مدى سنوات طويلة قرون حتى، لكن العمل ده كان مخصوص لهذا الحدث. موسيقى هشام نزيه كتب مخصوص، قطعة طبعا اللي أنا غنيتها برضو غنيتها مكتوبة مخصوص لهذا الحدث، فأنا يعني أعتبر أول واحدة غنيتها، فبالتالي أنا في نوع من أنواع الخلق الحالة، يعني أنا بخلق نوعا ما مع المؤلف حالة ما للقطعة الجديدة اللي ما حدش غناها قبل كده وما حدش سمعها قبل كده، ففي هنا يعني سعادة رهيبة، عشان كأني جزء، كأني نوعا ما مع المؤلف بخلق شيء جديد، ده أولا، فده طبعا ليه إحساس كبير. أما طبعا الحاجة المهمة جدا إن هو حدث
يعني تاريخي بي بي يعني بيكرم ملوكنا وملكاتنا، وبيبعت رسالة يعني تاريخية للعالم، وبيأكد إزاي إن إحنا حضارة يعني يمكن أهم حضارة في تاريخ الإنسانية كلها يعني. فده بالنسبة لي طبعا شرف كبير جدا جدا جدا، وإحساس استحالة أن أنا أحسه في أي أوبرا تانية غنيتها في حياتي، لا قبل كده ولا بعد كده يعني. يعني ده forever إلى الأبد لحظة تاريخية بالنسبة لي أنا شخصيا يعني. تفتكري أنه بعد كده نقدر نقول أنه الحدث بتاع امبارح ده الموسيقى صوتك إلخ 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 عمل تغيير في شكل الزائقة الموسيقية عند المصريين، أو بيطورها، أو هياخدنا ونروح في حتة تانية بعيد عن كل اللي كنا بيتقال قبل كده؟ احنا ما بنتذوقش الموسيقى، احنا ألواننا الفنية أو زائقتنا الموسيقية انحدرت وهكذا. اللي حصل امبارح الناس العادية كانت بتتفرج عليه في التلفزيون ومبسوطة وسعيدة ومستمتعة. ما هو ده، لا أنا أعتقد أنه إحنا كنا ظالمين الشعب المصري والمصريين من فترة، من زمان، وده أنا كنت دايما بقوله، أنه بيقول لا هو الشعب المصري أو المصريين هو يتذوقوا بس الموسيقى الشرقية، الموسيقى العربية، تراثنا، هو ده بس اللي نقدر نتذوق. ما يقدرش يتذوق، لا ما يعني عندوش القدرة أنه هو يتذوق الموسيقى الكلاسيكية وغيرها والمتنوعة والأنواع الأخرى غير الموسيقى العربية، وده أنا بالنسبة لي يعني جريمة في حق الشعب المصري. فأنا هي مفاجأة، لكن مش مفاجأة زي ما قلت مرة تانية، هي مش مفاجأة، وهي فرصة إنه نقدر نعمل هذا النوع من الأعمال مرة واثنين وثلاثة، ونقدمه ونثق في ذوق الشعب المصري، نثق إنه هو قادر على إنه هو يتذوق كل حاجة، بس لما تتقدم بطريقة جميلة محترمة فيها ضمير في الشغل، فيها مستوى عالي، هاي ستاندرد، مش بالتقريب، ما نضحكش عليه عشان اوقات بنضحك عليه، فهو بيفهم، هو مش طبعا. فبالتالي هو فهم ان هنا في شغل كبير كبير جدا ومجهود عالي حصل، وانه كان في ضمير في الشغل، وان كان في مستوى عالي، في اصرار لتقديمه امبارح. وده طبعا انا لازم 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 افكر في نادر عباسي اللي هو اصر ان يكون في النوع ده من الموسيقى والتكوين الموسيقي ده يبقى يتقدم للجمهور المصري والشعب المصري. هشام نزيه طبعا، زملائي نسمة وريهام، كل الموسيقيين، الاوركسترا، الكورال، يعني في حاله كان في رساله مهمه اتقدمت امبارح. اعتقد ان هي دي الواجهه الجديده المفروض، الاتجاه الجديد اللي المفروض نكمل عليه. لكن هو مش جديد على الشعب المصري، عشان نديله فرصه ان هو يفتح ويحس، بقى يحس فعلا ان هو يقدر يتذوق ده، ونديله فرصته الحقيقيه، مش نقول ما مش بتاعه، ده مش ثقافته، ده مش حقيقي. هو المصريين بيحسوا ايه المزيف وايه الحقيقي، وهو حس ايه الحقيقي امبارح. انا اعتقد أميرة سليم، احنا نشكرك انه يعني انت وكل اللي ذكرتيهم اديتولنا الفرصه دي الحقيقه كلنا كمصريين، ان احنا نقدر نستمتع، وانه روحنا تتبسط واحنا قاعدين بنسمع امبارح. واعتقد انه انا ما بتكلمش عن نفسي بس، انا بتكلم عن كل الناس، احنا روحنا اتبسطت. انتوا مش متخيلين عملتوا فينا ايه امبارح، قد ايه فرحتونا، قد ايه بسطتونا، قد ايه حسستونا ان احنا يعني زي ما يقولوا كده جنون، اصليين، احنا بنحب الحاجه الحلوه بجد. انا اللي سعيده، وبشكر كل واحد يعني تذوق بجد وعبر عن احساسه وسعادته بشغلنا كلنا كموسيقيين واللي قدمناه كفن، وخليكم معانا وساندونا حقيقي. انا بشكرك مره تانية على امبارح، وبشكرك على وجودك معانا النهارده، وبعتذر لك ان احنا مسهرينك، لكن بشكرك انه لبيتي دعوتنا حتى وهي في وقت متاخر. انا هروح انام دلوقتي ما تقلقش. على طول، احلام سعيده. انا بشكرك جدا. شكرا. وهستاذنك انه احنا بنختم، احنا هنختم بصوتك، بس مش هنعمل دوشه وانت بتتكلمي، فهنختم بصوتك. شرفتينا واسعدتينا. كل الواحد يقدر يقوله في حاله زي كده انه هو مصر هتفضل طول الوقت هي عاصمة الحضارة، هي عاصمة الفنون، هي عاصمة الثقافة، هي عاصمة العمق، هي عاصمة البشرية والتاريخ، وعلمت
الإنسان إزاي يكون إنسان. هنسيبكم مع صوت أميرة سليم، واحدة من أروع الأصوات اللي سمعناها، وقربت لنا الغنى الهيروغليفي لو صح الكلام. سلامات.